بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلاوية وبيت كل الناس. أنا عارف ومتأكد أن النهاردة في ناس كتيرة جدا مستنية أنا هقول إيه. عارف أن كثير من الأهلاوية، ودايما وأنا بتكلم مع حضراتكم هتكلم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح، وموقفي هيبقى واضح، موقفي هيبقى واضح. دايما لما قبل مثل هذه الأمور، لأن أنا مش متعود عليها ولا أنا ولا جمهور النادي الأهلي، كتير جدا من جمهور الأهلي بنتكلم مع بعض في التليفونات، أنا بتكلم مع الناس كتيرة جدا في التليفونات على قد ما بقدر، على مواقع التواصل الاجتماعي بحاول إن أنا أتواصل مع كثير من جمهور الأهلي اللي أعرفهم واللي ما أعرفهمش. ليه؟ عشان أوصل إن أنا أطلع أتكلم من حضرات مع حضراتكم بشكل يتناسب مع الموقف اللي أنا فيه. مش اللي أنا فيه، للنادي الأهلي. أكيد خسارة صعبة محدش أبدا يتقبلها من جماهير النادي الأهلي أو لكل من ينتمي للنادي الأهلي، لأننا كلنا كنا ننتظر فوز مهم من لعيبة النادي الأهلي، وليست هذه الخسارة المؤلمة. غياب تام للعيبة النادي الأهلي على مدار شوطي المباراة باستثناء بيرسي تاو، الحقيقة يعني هو الوحيد اللي كان بيلعب بروح الفانيلا الحمراء، معروفة وواضحة، من غير روح ومن غير قتال ومن غير إصرار، طبيعي تكون هذه الخسارة المؤلمة. الكل هو السبب، مش الجهاز الفني، جهاز فني ولاعبين، بس الحقيقة الجميع أثر في جنوب أفريقيا، الجميع زعلنا في جنوب أفريقيا. على كل اللاعبين أن يدركوا تماما قيمة النادي الأهلي. وهنا في رسالة مهمة جدا جدا للاعبين، لازم تعرفوا ان انتوا في النادي الاكبر في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط، وان الخسارة دي مش مقبولة عندنا ولا عند جمهور النادي الاهلي. احنا مش النادي اللي بيخسر بنتيجة كبيرة مرة او مرتين في سنين قريبة والموضوع يمشي عادي ونتقبل الموضوع، ابدا. انتوا بتلعبوا في النادي الاهلي، يعني لازم تموت نفسك طوال 90 دقيقة وكل الماتشات بعيدا عن أي ضغوطات. أنا ولا هتكلم في الساعة 3 الظهر، ولا هتكلم في مسافة رحلة، ولا هتكلم في إرهاق، ولا هتكلم في كل هذا الأمر، لكن يجب أن يكون هناك تصحيح للمسار، ولازم ترجعوا تاني وتصالحوا جمهوركم، لأن اللي حصل امبارح غير مقبول. لعيبة النادي الأهلي عليهم دور كبير جدا في العودة خلال الفترة اللي جاية، محدش يقول لي تعبان، محدش يقول لي مرهق، على الرغم من إن أنا كراجل لعيبة كورة مقتنع بهذا الكلام، ولكن مفيش كلام أو مبررات تقال في هذا السياق أبدا خلال هذه الفترة. التعويض هيكون بالفوز في الماتشين اللي جايين. التعويض هيكون في حالة التأهل، مش حالة التأهل، حالة الفوز بهذه البطولة أو الوصول لهذه المباراة النهائية أو للمباراة النهائية، والفوز بالدوري وكمان الفوز بالكاس. مفيش أي مجال لأي انكسارات خلال الفترة اللي جاية. وهنا أنا بقول لزمايلي، زمايلي اللاعبين اللي أنا كنت واحد منكم، وأنتوا عارفيني كويس وأنا عارفكم كويس جدا، كلنا تشرفنا إن إحنا نلعب بشعار النادي الأهلي ولبسنا فنلة النادي الأهلي. مش متعود ان انا اتكلم مع حضراتكم او مع لاعيبة النادي الاهلي على الملأ، وكلامي دايما بيكون بيني وبينهم، لكن دلوقتي والنهاردة لازم الناس كلها تسمعنا، المرة دي لازم مصر كلها تسمعنا. انتوا مش انتوا، مش انتوا الرجالة اللي عارفين قيمة قميص النادي الاهلي وقيمة جمهوركم وناديكم، مش انتوا اللي فرحتونا، مش انتوا اللي جبتوا لنا البطولات اللي انتوا جبتوها خلال الفترة اللي فاتت، مش انتوا اللي كنتوا موجودين في الملعب امبارح. انا هنا بكلم زمايلي واصحابي اللي هم مني وانا منهم، حافظوا على الفريق، جماهيرنا كلها محملاني امانة، نلعب رجالة ونموت نفسنا في الملعب المباراتين القادمتين، النتيجة دي على ربنا. كنت هقدر اطلع اقف معاكم واقول انه اجهاد، على الرغم من ان انا مقتنع بموضوع الاجهاد وموضوع الارهاق، وانا اسف ان انا بقول هذا الكلام، انا عارف ان الكلمه دي هتتاخد واقعد اتشتم عليها، ولكن هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه، في اجهاد وفي ارهاق، ولكن
لو كنا يعني لا قدر الله لا قدر الله اتعادلنا مثلا، اتغلبنا 3-2 5-4 زي ما بيحصل، لكن ليس هذا هو السبب الأساسي بعد اللي احنا شفناه امبارح. النتيجة على ربنا، إنما يبقى ولا لعب ولا نتيجة ولا قتال ولا روح، مش الأهلي اللي يحصل فيه كده، فوقه فوقه، واعرفوا انتوا بتمثلوا مين وبتلعبوا باسم مين، انتوا بتلعبوا باسم النادي الأهلي. اعدل الشعار التيشيرت كده وبص للتيشيرت وقول شوف كام نجمة فوق وكام نجمة تحت من 1907 وحتى الآن. اللي بيحصل ده أنا ما شفتوش ومش عايز أشوفه، أنا كجمهور الأهلي بتكلم. أنتوا هذا الفريق هو اللي جايب 2 أفريقيا واتنين تالت العالم، برونزية العالم. فوقه أنتوا أبطال وما ينفعش تقبلوا على نفسكم كده ولا على ناديكم. كلنا وراكم وهنفضل معاكم، لأنه مش ده هو وقت الحساب. مش ده هو وقت الحساب، ده وقت الأهلوية، كل الأهلوية اللي بتنتقد، من حق كل الأهلوية وكل جمهور النادي الأهلي ينتقد ويقول اللي هو عايزه. خلي الناس تنفس عن نفسها. لكن دلوقتي يجب أن نقف جميعا إيدينا في إيدين بعض. كل الأهلوية لازم نقف إيدينا في إيدين بعض. المركب دلوقتي في البحر. المركب دلوقتي في البحر. وعندنا محطة. عندنا محطة مهمة جدا أمام القطن. والكرة فيها كل حاجة، محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل. في كلام كتير جدا ممكن أقوله، لكن اللي عايز أخاطب بيه جمهور الأهلي الواعي واللي مدرك المرحلة الحساسة اللي إحنا فيها كفريق في البطولة الأفريقية. أنا عارف إن الموقف تأزم بشكل كبير جدا، ولكن لسه الأمل موجود. عندنا مباراتين أمام القطن يوم الجمعة وأخرى أمام الهلال هنا. التأهل مشروط بخسارة أو تعثر الهلال على الجانب الآخر. عشان كده من حق جماهير النادي الأهلي إن هي تنتقد. تنتقد، انتقد كل اللاعبين، لأن حضرتك من حقك إن أنت تنتقد، لأنه أنت اللي بتحط اللعيبة دي في عاشر في سابع سما. والجهاز الفني ما حدش فيهم ولا لاعبين ولا جهاز فني فوق النقد. لكن يجب أن يكون التوقيت، لو كان من الجماهير ولو كان كمان اللعيبه مقصره، انا بطالب الجماهير بالصبر طالما لسه في امل. طبيعي ان احنا ندعم ونقف خلف الفريق. وخليني اقول لحضرتك حته ممكن تكون هتهديك شويه. الحساب كده كده موجود وهيحصل، وهيكون حساب عسير جدا سواء تأهلنا أو لم نتأهل. افتكروا الكلمة دي كويس جدا لما ربنا يكرمنا. افتكروا الكلام اللي اتقال في البيت الكبير النهاردة لما ربنا يكرمنا. في حالة التأهل أو في حالة عدم التأهل سيكون الحساب عسير جدا. في إجراءات سيتم اتخاذها أنا مش هقدر أتكلم فيها، مش هقدر أقولها، لكن أنا هقف في ظهر فريقي وهأساند فريقي على الرغم من اللي عملوه في مباراة امبارح، لأن هذه الهزيمة لن تمر مرور الكرام. حساب، وحساب قوي، لكن مش ده وقت الحساب. المركب لسه في نص البحر أو في التلت الأخير من البحر، وناس كتيرة جداً محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل السنه الجايه. طب ايه القرارات اللي هتحصل؟ نادي الاهلي له، انا ما اعرف، ما عنديش معلومه على فكره، ولكن لما بفكر في اللي حصل قبل كده ومع نفس الفريق، طيب ايه اللي حصل يا اسلام قبل كده وانت بتقول اي كلام وخلاص؟ لا يا فندم، انا ما بقولش اي كلام وخلاص. عندما هزم النادي الاهلي من فريق سان داونز هناك المره اللي فاتت 5-0، عقوبات ساعتها يعني عقوبات غير مسبوقة في تاريخ النادي الأهلي، وكانت هذه البداية. لو تفتكروا نرجع بس سنين 4-5 سنين ورا، وكانت هذه البداية أو بداية جديدة، ليست البداية ولكن كانت هذه هي
بداية جديدة لعصر جديد لجيل جديد في النادي الأهلي في ذلك الوقت. والنادي الأهلي تقريبا تسيد كل البطولات في الأربع خمس سنين اللي فاتوا باستثناء بطولة أفريقيا اللي خسرناها السنة اللي فاتت زي ما حضراتكم عارفين، والدوري الاتنين الدوري. الحمد لله دايما على نعمة النادي الأهلي. هفضل أقف وأساند وأدعم النادي الأهلي حتى لو اتشتمت، ما عنديش مشكلة. وده عندي أفضل بكتير إن هاجم، لأن أنا عارف إن النادي الأهلي هيخرج من هذه الكبوة بطلا كبيرا، مش بالكلام ولكن بتاريخ النادي الأهلي اللي حضراتكم عارفينه أفضل مني، وأنا بتعلم من حضراتكم هذا الأمر مرة تانية وتالتة ورابعة بإذن الله. لو تأهلنا هيكون في حساب وحساب كبير جدا، ما تأهلناش هيكون في حساب وحساب كبير جدا. مفيش حاجة بتعدي في النادي الأهلي، أنا ما عنديش معلومة بهذا الأمر خدوا بالكم، ولكن أنا متأكد من اللي حصل قبل كده. أنا متأكد إن إحنا هنفضل. إيه اللي حصل؟ هفضل أدعم النادي الأهلي، وهفضل ورا النادي الأهلي، وهفضل أدعم هذا الفريق. وأنا عمري ما هغلط عشان الناس تطلع تسقف لي. عمري ما هغلط في الفرقة عشان ولا هنا ولا هنا عشان الناس تطلع تسقف لي، عمري ما هعمل هذا الكلام، ولكن أنا هقول الصح. عندنا أخطاء، عندنا أخطاء. مصلحة كيان النادي الأهلي فوق كل الناس. مصلحة كيان النادي الأهلي فوق أي حد. فاللي بقوله لحضراتكم إن الفترة اللي جاية فترة صعبة. فترة صعبة. هنظل نساند ونقف مع فرقتنا. تخيل حضرتك إن إحنا اللي حصل امبارح، انا الحقيقه مش عايز افتكر، لو تاخدوا بالكم انا عينيا حمراء جدا. انا يمكن من جمهور النادي الاهلي اللي وانا قاعد بتفرج على المباراه وبعد نهايه المباراه انا كسرت، مش عايز اقول لحضراتكم ايه اللي حصل. مش عايز اقول لحضراتكم، انا يبان عليا ان انا هادي وكل حاجه، ولكن مش عايز اقول لكم ايه اللي حصل في اخر 10 دقائق في المباراه. مني كمشجع، كمشجع مش كحاجه. لان انا مش عايز افتكر ومش عايز حضراتكم تفتكروا، لانه صدقوني لن يمر هذا الأمر مهما كانت المكاسب خلال الفترة اللي جاية. شوف أنا بقول لحضراتكم إيه، خلي بال حضراتكم إن شاء الله ربنا هيكرمنا وهنفتكر هذا الأمر. أنا دايما بتعلم حاجة بتعلمها من جمهور الأهلي، من حضراتكم، إن أنا عمري ما هبعد عن نادية. هقول وانتقد وأقول إن أنا عندي أخطاء، ولكن هيجب إن احنا نصلحها. هنصلحها إمتى؟ في الوقت اللي أنا ممكن أصلح فيه، مش والسفينة في وسط البحر. ننتظر لما السفينة تقرب عشان نشوف إيه اللي هيحصل. ننتظر لما النادي الأهلي أو لما اللعيبة ترجع من القطن ونشوف إيه اللي هيحصل. الحمد لله النادي الأهلي الأول بفارق كبير عن اللي بعديه في الدوري العام، ولسه له ماتشين. الحمد لله وصلنا نهائي كاس مصر السنه اللي فاتت. ما زال عندك امل 2-3% 5% 10%، هنفضل ورا هذا الامل وهنفضل دايما. بسمه الرياضه المصريه خلال الست سنوات الاخيره هي النادي الاهلي. افتكروا كده مين اللي كان بيعمل ايه؟ هتلاقوا النادي الاهلي فشل في كل شيء من بقيه الرياضات، ولكن في النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي دايما بيشرف مصر. هنفضل دايما داعمين ومساندين للنادي الأهلي، وهنفضل دايما نقول أن يظل النادي الأهلي دائما فوق جميع أبنائه. ونطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح. من جاهز يا جماعة فاروق ولا لا؟ جاهز؟ طب يلا نروح لزميلنا فاروق صلاح من جنوب افريقيا، نعرف اخبار فريق النادي الاهلي ايه. يا فاروق ازيك؟ برحب بيك يا كابتن اسلام، وبرحب بكل مشاهدينا، مشاهدة ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طيب طمنا ايه الاخبار والدنيا عامله ايه؟ ولازم يصل للفريق ان شاء الله عندنا مباراه مهمه جدا جدا جدا، مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور ومهما كان الغضب
ومهما كانت الانتقادات، ولكن عندنا مباراة مهمة جدا 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 يوم الجمعة اللي جاية. الكل ينتظر أداء جيد، الكل ينتظر فوز جيد، الكل ينتظر أشياء كتيرة جدا يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله يا فاروق. كابتن اسلام، خليني ياخد من كلامك، واعتقد الكلام اللي حضرتك بتقوله اعتقد اخدها رساله من مشجع النادي الاهلي اسلام الشاطر قبل ما يكون لاعب النادي الاهلي. دي الرساله اللي يعني عايزين نتكلم فيها وناخدها في هذا الاطار. وانا النهارده يعني خليني مش هقول ان انا فاروق مراسل قناه النادي الاهلي، لا، احنا بنتكلم بلسان جمهور النادي الاهلي اللي اكتر حاجه احنا بنعتز وبنتشرف فيها هي الانتماء لكيان كبير جدا زي كيان النادي الاهلي. طبعا. وكلام حضرتك احنا لازم نعترف ان احنا عندنا اخطاء. بالظبط، عندنا اخطاء، ولازم بدايه حل اي مشكله هو تحديد الاخطاء، وان احنا نعترف ونواجه اخطائنا. وزي ما اتكلمنا يا كابتن اسلام، اعتقد يعني الرساله المهمه جدا اللي مهمه جدا من القاهرة هنا في جنوب إفريقيا الدعم. عندنا مباراتين في غاية الأهمية، مباراة القطن الكاميروني، عندنا مباراة الهلال السوداني. احنا محتاجين ان احنا نكسب اللقاءين دون النظر ان شاء الله، ما نبصش لأي او ننتظر تعثر بإذن الله، لكن احنا بإذن الله عندنا تركيز ان احنا لازم نفوز باللقاءين. لقاء القطن الكاميروني اللي يعني خلاص اكيد يعني انت حضرتك عارف والجميع لازم يبقى لامس هذا الامر، حالة حزن شديدة جدا عند لاعبي النادي الاهلي. واحنا كابتن اسلام اتعودنا، واحنا متعودين خلال قناه النادي الاهلي، عمرنا ما بنخلق مبررات، عمرنا ما بنخلق اي شيء. خليني اقول لك، لا هنتكلم على درجه حراره، لان درجه الحراره كانت 25 درجه مئويه، كانت افضل من افضل الاوقات في درجات الحراره. مش هتكلم ايضا على الجمهور، لان في يعني في وجود 50,000 متفرج من جانب جماهير نادي ماميلودي سان داونز، ما فيش ازازه ميه اتحدفت علينا. منتهى الرقي، منتهى الاحترام هنا، التعامل مع بعثه النادي الاهلي خلال على مدار المباراه. اذا مش هنخلق، اسمح لي وانت بتتكلم في هذا الامر، ايضا كان حكم رائع الحقيقه، وادى دور رائع مع فريق مع الفريقين الحقيقه في المباراه، وبالتالي في تحكيم عادل وفي درجات حراره مناسبه وفي جمهور متواجد. ولكن في النهايه الرساله التي يجب ان تصل ان احنا كلنا في ظهر فرقتنا. زعلانين، غضبانين، عندنا غضب شديد جدا جدا. والكلام اللي انا بقوله لك ده، انت عارف انا ببقى قريب من كثير من جمهور الاهلي بيكلموني في التليفون، انت عارف ان انا برد على اي تليفونات. انا بقالي يومين من بعد المباراه وحتى لغايه من نص ساعه، كل اللي بيكلمني بيقول لي زعلان ومتضايق وبينتقد اداء فلان وبيعمل اداء علان، ولكن بيقول لي في الاخر هنقف ونساند وندعم فريق النادي الاهلي، وبالتالي كلنا هنقف في ظهرهم. عندنا يوم الجمعه مباراه في ظهر فرقتنا، عندنا يوم الجمعه مباراه لا يمكن فيها التهاون، ولا يمكن فيها التخاذل، ولا يمكن فيها أي شيء. النتيجة دي بتاعت ربنا، لكن الأداء يجب أن يكون على أعلى مستوى. ولو سمحت، يعني أنا وصلت الكلام ده لمعظم اللاعبين من خلال الفويس نوتس والواتساب، لكن خليني برضو توصل لهم أن كل جمهور النادي الأهلي منتظر منهم هذه البطولة إن شاء الله، على الرغم من أنها مش في إيدينا، ولكن هنشوف إيه اللي هيحصل خلال الأيام اللي جاية. بالظبط يا كابتن اسلام، هو ده وقت جمهور النادي الاهلي، هو ده معدن جمهور النادي الاهلي. احنا كلنا دلوقتي بندعم وبنساند فريق النادي الاهلي، ورساله الجماهير كلنا، وكلنا بنوصل ده للاعبين. خلاص عندنا مباراه مهمه جدا، مباراه القطن الكاميروني اللي تحضيرنا ليها بدا من النهارده. خلاص الفريق بيقفل صفحه مباراه ماميلودي سان داونز بحلوها بمرها بكل بتفاصيلها بكل ما فيها، اكيد هتقف عندها، بس مش ده الوقت اللي هقف عند هذه المباراه. عندنا مباراه القطن الكاميروني اللي هي مباراه زي ما حضرتك اكدت، مباراه في غايه الاهميه، واحده من المباريات المهمه في مشوار النادي الاهلي. دورنا كلنا وكل افراد المنظومه الاهلاويه بدءا من الجمهور مرورا بكل فرد داخل منظومه النادي الاهلي، دعم ومسانده لكل لاعب للنادي الاهلي. طبعا يا كابتن اسلام، مش هقول لك ان حاله الحزن اللي شايفينها عند اللاعبين وصل لهم اللعيبه، وصل لهم مشاعر جماهير النادي الاهلي، وصل لهم حاله الحزن اللي عند جماهير النادي الاهلي. اعتقد تقول يعني اجواء حزينه جدا على لعيبه النادي الاهلي، لكن خلاص احنا بنركز في مباراه القطن الكاميروني النهارده. طبعا كان الفريق استأنف تدريب على ملاعب جامعه بريتوريا صباحا، مستر مارسيل كولر كان المجموعه اللي شاركت في لقاء الامس، يعني الى جانب تمرينات استشفائيه، الى جانب تمرين خفيف في الجيم للعيبه اللي شاركت فيه المباراه بالامس، الى جانب طبعا اللعيبه اللي ما شاركتش في هذه المباراه. بدا المستر مارسيل كولر التحضير لهذه المباراه. عايز اطمنك ان حسين الشحات بيشارك خلاص بصوره كامله في التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي، بطمنك عليه ان شاء الله. حسين الشحات واحد من الاوراق النادي الاهلي يستعدها في هذه المباراه، مباراة القطن.
الكاميروني طبعا خالد عبد الفتاح اللي يعني ايضا كان جاهز خلال مباراه ماميلودي سان داونز، ولكن فضل الجهاز الفني وطبعا بالتنسيق مع الجهاز الطبي ان يديله فتره راحه افضل، وبالتالي ما دفعش بيه في مباراه القطن لفريق مباراه ماميلودي سان داونز، لكن باكد لك جاهزيته الى مباراه القطن الكاميروني. عمرو السوليه طبعا كلنا شفناه في الوقت اللي شارك فيه ايضا يعني بعد عودته من الاصابه، احمد عبد القادر، كل اللاعبين، محمد عبد المنعم ان شاء الله غدا باذن الله هيكون في يعني تعمل اختبار طبي لتحديد مدى جاهزيه عبد المنعم، لكن خليني اكد لك ان هو باذن الله محمد عبد المنعم هيكون جاهز لمباراه القطن الكاميروني. بعثه هنا كابتن اسلام كله بيشتغل مع اللعيبه تحفيز خلاص. مستر مارسيل كولر يعني نتكلم بقى من الكواليس، مستر مارسيل كولر عقد جلسه منفرده مع افراد الجهاز الفني المعاون بالكامل، اتكلم في كتير جدا من الامور وازاي تجاوز هذه المرحله وازاي نبدا نحضر لمباراه القطن الكاميروني. على الجانب الاخر اللاعبين، عقد اللاعبين يعني بالكابتن محمد الشناوي مع رامي ربيعه بكافه كباتن النادي الاهلي عقدوا جلسه مع بعض طبعا لتجاوز هذه المرحله. الجميع يا كابتن اسلام انت تبص لعيون لعيبه النادي الاهلي اعتقد الرساله بتوصل، هم اكيد كلهم متابعين الاجواء في مصر، متابعين اكيد حاله الزعل والغضب اللي عند جمهور النادي الاهلي، لكن خلاص اتعهدوا على هدف واحد ان شاء الله ان احنا يعني نبدا نصالح جمهور النادي الاهلي، نبدا ان احنا نركز ان شاء الله ان احنا نفوز في مباراه القطن الكاميروني. اي 11 لاعب الغريب بقى او مش الغريب الحقيقه يعني يا فاروق، ولكن اللي دايما بنقوله ان هذا الفريق تقريبا معظم هذا الفريق هو اللي فاز باخر بطولتين افريقيا ووصل الى نهائي دوري ابطال افريقيا ثلاث مرات، فزنا باثنين وخسرنا المباراه النهائيه في هذا الموسم، وصلنا ان احنا خدنا اثنين برونزيه عالم، والمباراه الاخيره فلامينجو كان من الممكن جدا ان احنا ناخد الثالثه ولكن تشاء الظروف والطرد اللي حصل والكلام ده كله، ولكن في النهايه هي تقريبا مجموعه اللاعبين هم محتاجين تعود لهم روح الفانيلا الحمراء، محتاجين ان احنا نقول لهم كجمهور زعلانين وغضبانين ولكن هنفضل في ظهركم وهنفضل نساندكم لانه هذه الفتره لا نريد اي انكسارات اخرى. بالظبط يا كابتن اسلام، يعني خلينا نقول كلمه من القلب، احنا ما لناش غير النادي الاهلي، يعني اعتقد ما كلنا يعني كلنا في خلف وفي ظهر النادي الاهلي، ما لناش الا النادي الاهلي. النادي الاهلي دي حاجه غاليه جدا عندنا يا كابتن اسلام، يعني اعتقد في كلام بيبقى طالع صعب منك بس يعني ما مش هيعرف مش هتعرف تزوق الكلام قدام جمهور النادي الاهلي طبعا. لان جمهور النادي الاهلي اكيد عارف ايه، عارف قيمه دوره وعارف قيمه النادي الاهلي. مش النادي الاهلي اللي يتغلب خمسه يا كابتن اسلام، مش هنختلف في هذا الامر، ومش النادي الاهلي اللي يتغلب، والنادي احنا مدينين للنادي الاهلي بالفضل ان احنا عمرنا في يوم من الايام ما بنتقبل الهزيمه، يعني ولا ان احنا نتقارن بفريق يتغلب سبعه او ما عندناش الامر دوت. النادي الاهلي لو احنا مغلوبين 1-0 او 2-0 بنبقى برضه زعلانين يا كابتن اسلام. النادي الاهلي اللي في اخر 6 سنين واصل لخمس نهائيات دوري ابطال افريقيا وزعلان ان انت في دور المجموعات خسران من فريق ماميلودي سان داونز. بالمناسبه رولاني ماكوينا المدير الفني قال لك ما كنتش احلم ان انا احقق النتيجه على النادي الاهلي بهذه النتيجه طبعا، ما قال لك ما كنتش احلم ان انا اعمل النتيجه دي، ولا اللعيبه كانت تحلم بهذا الامر. وبالنسبه لي مباراه النادي الاهلي كان ان انت بتبقى فائز ببطوله او حاصل على بطوله، اجواءنا يعني تحضيري لمباراه الاهلي بالتحديد، يعني خليني اقول لك برده كلام من رولاني ماكوينا قال لك مباراه الاهلي بالتحديد بالنسبه لي بتبقى انا رايح العب بطوله، اللعيبه نفسها، الاجواء، استعدادات الجماهير، الامور كلها في جنوب افريقيا بالنسبه لي النادي الاهلي هو نهائي، هي مباراه بطوله، واكد على لعيبته والكلام ده اكد على اللاعبين انا عايز اكمل المباراه كلها بالفوز، عايز افوز في السودان وعايز افوز في على فريق القطن الكاميروني هنا، طالب اللعيبه بنسيان كمان مباراه الاهلي. قال افرحوا، يعني هو قال للعيبه بعد انتهاء المباراه النهارده طبعا ادى اللعيبه اجازه واللعيبه تستمر في افراحها، لكن هيستعدوا طبعا لمباراه الهلال السوداني اللي اكد فيها على اللاعبين على ضروره تحقيق الفوز في هذه المباراه. فبالنسبه له ما كانش يحلم وما فيش اي فرقه تحلم انها تحقق نتيجه على النادي الاهلي، ولكن احنا خلاص بنقفل هذه الصفحه، دينا مباراه مهمه جدا. عايز اقول لك برضو خبر من الاخبار اللي يعني اللي جاي لنا من الكاميرون، ان اداره نادي القطن الكاميروني هتفتح ابواب الاستاد للجماهير مجانا طبعا. حاول انها تقرر نفس يعني ان فكره فريق ماميلودي سان داونز وتفتح الابواب للجماهير، الابواب الاستاد للجماهير. يا كابتن اسلام
قيمه النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي، انك بتلعب مع النادي الاهلي دي حاجه كبيره قوي، فما بالك انك تفوز على النادي الاهلي، اعتقد دي حاجه بتبقى كبيره جدا بالنسبه له. احنا قمه الحزن وقمه الزعل اللي احنا فيه، ولا هنقدر نداري ده يا كابتن اسلام، ولا هنقدر نخبيه. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام، دورنا كلنا ان احنا ندعم نساند اللاعبين، افراد الجهاز الفني، كل فرد، اي فرد داخل عليه على التيشيرت بتاعه شعار النادي الاهلي هو ليه مننا كل المسانده وكل الدعم، كل ده في خدمة النادي الأهلي وخدمة كيان النادي الأهلي. إن شاء الله خلاص هنقفل مباراة ماميلودي سان داونز بحلوة بمرها بكل تفاصيلها. مباراة القطن الكاميروني مستر مارسيل كولر بدأ يحضر من دلوقتي، عقد طبعا زي ما قلت لحضرتك جلسة إن شاء الله تستمر في يبدأ استعداداته من غدا بإذن الله كمان، وتستمر الاستعدادات بالبرنامج الاستشفائي اللي وضعه المطول مع طبعا اللي بالتنسيق مع الجهاز الطبي للاعبين والفرقة بالكامل، والتحضير لمباراة القطن الكاميروني، يتفرج على مباراة القطن الكاميروني ويبدأ يحضر لهذه المباراة. مباراة ما عندكش أي حلول تانية، أنت لازم تكسب مباراة، أنت ثلاث نقاط مهمين جدا، ومش ويعني مش ثلاث نقاط فقط، ده ثلاث نقاط وأداء ونتيجة بإذن الله، ده اللي احنا هنبقى منتظرين ومستنيينه من لاعبي النادي الأهلي في هذه المباراة يا كابتن إسلام. أتمنى إن شاء الله أن الأمور كلها تسير، وأن كل هذه الردود الأفعال الغاضبة وكل الانتقادات بتصل إلى كل جمهور النادي الأهلي. سريعا يا فاروق لو سمحت، اشرح لنا بكرة الدنيا هتبقى ماشيه ازاي مع النادي الاهلي. يعني خلينا يبقى اليوم الاعتيادي يا كابتن اسلام للاعبين غدا باذن الله تبقى وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم تبقى في يعني جلسه المستر مارسيل كولر مع اللاعبين، في جانب استشفائي طبعا هيتم للاعبين ان شاء الله. يعني طبعا زي ما قلت لحضرتك ان في برنامج استشفائي طبعا لعلاج حاله الاجهاد والارهاق اللي بيعاني منها اللاعبين، فمستر مارسيل كولر عقد طبعا برنامج استشفائي مع الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي، طبعا بدا تنفيذه من اليوم ثم غدا بمشيئه الله، ثم طبعا هيكون الجوانب طبعا التكتيكيه والتدريبيه للفريق النادي الاهلي، وايضا في محاضره بالفيديو ان شاء الله تكون في تمام الساعه 7:30 غدا بمشيئه الله. ان شاء الله يعني نقول صفحه واتقفلت ان شاء الله. التركيز في مباراه القطن الكاميروني يا كابتن اسلام، ثلاث نقاط، لعيبه النادي الاهلي قادرين ان هم يحققوا الفوز على فريق القطن في ملعبه، ان شاء الله قادرين على ان هم نقول ولو بدايه مصالحه مع جماهير النادي الاهلي، وخليني اكد عليها فعلا لازم تكون بدايه مصالحه مع جماهير النادي الاهلي. الجيل ده ياما فرحنا، مستنيين منهم كتير، هو الاهلي عودنا على كده، وطموحنا مع الفريق واللعيبه والجيل الموجود على كده. ان شاء الله يا كابتن اسلام تنتهي من مباراه القطن الكاميروني، ثم يعني نبدا بقى التحضير والاستعداد للمواجهات القادمه باذن الله. السفر هيكون امتى ان شاء الله؟ باذن الله يا كابتن اسلام الفريق هيتمرن يوم الاربعاء صباحا باذن الله، ثم هيكون التوجه ان شاء الله الى الكاميرون في تمام الساعه 2 ظهرا باذن الله، يعني عقب التدريب يبقى التحرك ان شاء الله من بريتوريا لجوهانسبرج، يعني تقدر تقول مسافه الطريق هتكون 40 ل 45 دقيقه، ثم استقلال الطائره والتوجه الى الكاميرون. رحله الطيران هتكون ما بين 4 ساعات ل 4 ساعات ونص، هيكون الوصول طبعا للكاميرون، ويبدا طبعا التحضير مستر مارسيل كولر طبعا لمباراه القطن الكاميروني طبعا هناك في الكاميرون. طبعا هي الفريق زي ما قلنا هيأدي تدريب هنا في جنوب افريقيا قبل التحرك والتوجه الى الكاميرون، ثم هيكون هناك تدريب ان شاء الله يوم الخميس قبل المباراه، وزي ما حضرتك عارف ان المباراه يوم الجمعه ان شاء الله هتكون في تمام الساعه 6 بتوقيت القاهره ان شاء الله في الكاميرون باذن الله. انا بشكرك جدا يا فاروق على وجودك معانا، شكرا جزيلا لزميلنا فاروق صلاح من بريتوريا زي ما حضراتكم سامعين. وزي ما بقول لحضراتكم ومعلش انا كل شويه هقول هذه الكلمه، حتى لو ربنا كرم وتاهلنا، لو لا قدر الله لم نتاهل، سيكون هناك حساب كبير جدا جدا لكل من اخطا في حق النادي الاهلي خلال المباراة. طبعا أنا بتكلم على مباراة سان داونز. مهم جدا إن احنا نبقى عارفين، ومهم جدا إن احنا نبقى أيدينا في إيد بعض خلال هذه الفترة. الحمد لله الأمور جيدة جدا في الدوري العام المصري، الأمور جيدة جدا في كأس مصر، وصلنا للنهائي. يعني حتى الآن النسب قليلة جدا، نسبة وصولنا إلى الدور القادم في بطولة أفريقيا نسب قلت جدا الحقيقة، لأنها مش في إيدينا، في إيد حد تاني، في إيدينا إن احنا نكسب الأول وبعد كده نشوف وننتظر إيه اللي هيحصل. عموما خلينا نستعرض مع حضراتكم جدول ترتيب مباريات فريق
أو ترتيب مجموعة النادي الأهلي حتى هذه اللحظة قبل المباريات القادمة. المركز الأول سان داونز 10 نقاط، وبالتالي خلي بال حضراتكم دايما اللي بيصل لنقطة 10 بيضمن الوصول سواء أول أو ثاني. سان داونز بيتأهل إلى الدور القادم، فاز في 3، تعادل في مباراة، لم يهزم، له 11 هدف عليه 5 أهداف، عنده 10 نقاط. نادي الهلال في المركز الثاني، فاز في 3، تعادل، لم يتعادل، هزم في مباراة، له 5 أهداف عليه هدفين، عنده 9 نقاط. النادي الأهلي فاز في مباراة وتعادل في مباراة وهزم في مبارتين وله 7 أهداف وعليه أهداف ويملك من النقاط 4 نقاط. كوتون سبورت لم يفز، لم يتعادل، هزم 4 مرات، له هدفين وعليه 10 أهداف ويملك 0 أو لا يملك نقاط. ده ترتيب مجموعة النادي الأهلي. بالتالي زي ما قلت لحضراتكم الموضوع أصبح صعب، ولكن هنفضل نساند وندعم فريقنا حتى اللحظات الأخيرة، ومهما حدث هنفضل نساند وندعم. الأهلي يستعد للقطن الكاميروني تقرير، ونرجع نقرأ أخبارنا، أخبار البيت الكبير. بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة القطن الكاميروني في الجولة 5 من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في الكاميرون يوم الجمعة القادمة. وعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي اجتماعا بلاعبيه وطالبهم بنسيان النتائج السابقة والتركيز فقط على مواجهة القطن، خصوصا أن الفريق لا زال لديه أمال في الصعود للدور القادم من البطولة القارية. كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الحديث مع لاعبي، مؤكدا أنه يدرك حالة الحزن التي سيطرت عليهم عقب لقاء سان داونز، وطلبهم بضرورة بذل قصارى جهدهم أمام القطن الكاميروني، خصوصا أن نتيجة المباراة ستحدد أمورا كثيرة منها الصعود للدور القادم وكذلك رد فعل الفريق بعد المواجهة السابقة في جنوب إفريقيا. في نفس السياق تعهد لاعبو الأهلي على بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الانتصار على القطن الكاميروني والتمسك بالأمل من أجل الصعود إلى دور الثمانية. وحرص كولر على إجراء تدريبات استشفائية للمجموعة التي شاركت بشكل أساسي في لقاء سان داونز، فيما قام بعمل تدريبات أخرى بجرعات مختلفة للعناصر التي لم تشارك في اللقاء أو التي سيتم تجهيزها لمواجهة القطن الكاميروني. كما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى تدريبات قوية للحراس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، كما تحدث المدرب مع محمد الشناوي وطالبه بضرورة التركيز في المواجهة المقبلة أمام القطن، مطالبا الحارس الأساسي بنسيان المواجهات السابقة والتركيز فقط في المستطيل الأخضر. الأهلي بيؤدي ميرانو استعدادا لمباراة القطن الكاميروني، والأهلي بيؤجل السفر إلى من جنوب إفريقيا إلى الكاميرون 24 ساعة. زي ما عرفنا أنه هو هيسافر إن شاء الله، النادي الأهلي سيسافر إلى الكاميرون يوم الأربعاء بدلا من الثلاث. محمد عبد المنعم يشكو من الضمة، بكرة هنقول لحضراتكم محمد هيكون جاهز ولا لأ. دكتور أحمد أبو عبلة بيؤكد جاهزية خالد عبد الفتاح لمباراة القطن الكاميروني، والشحات بيشارك في التدريبات الجماعية. طيب يعني دي كانت أخبار النادي الأهلي، سريعا جدا نروح لأخبار الدوري العام المصري. فيوتشر بيفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف في الدوري. النهاردة مليك إيفونا جاب جون حلو جدا 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 الحقيقة في فيوتشر. أيضا إمبي بيفوز على نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء. وميكالي بيدرس ضم مخلوف الأهلي قبل مباراتي زامبيا القادمة. ميكالي طبعا المدير الفني ليه
المنتخب الأولمبي. أيضا انطلاق الدورة التدريبية A بمشاركة البدري وفاروق جعفر و25 مدرب. انطلاق معسكر الحكام غدا بمشاركة 150 حكم في أول تحديات بريرا. أهلي 2005 بطلا للجمهورية بعد الفوز على فيوتشر برباعية 4-1. استطاع النادي الأهلي أن يفوز في مواليد 2005 على فيوتشر 4-1 على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة 28. طيب دي كانت أخبارنا النهاردة، خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن ماهر همام في ضيافة البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة كابتن ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق. إزيك كابتن ماهر؟ كابتن سلام، أخبار حضرتك إيه؟ طمنا على صحتك. أنا كويس الحمد لله. يعني كان هيجي لي انتكاسة تانية معلش، بس الحمد لله عدت على خير يعني. طيب خليني بس يا كابتن أبدأ معاك الأول، هل حضرتك مريت بمثل هذه الظروف قبل كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام، اولا عايزين نعتذر لجماهير النادي الاهلي العظيم طبعا، بصراحه يعني طبعا. يعني جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان، اذا اللي كانت في جنوب افريقيا او اللي كانت ورا الشاشه بتشجع النادي الاهلي وبتشجع فرقتها اللي هي بتحبها، فبنقول لهم يعني سامحونا وحقكم علينا وان شاء الله باذن الله نعوضكم في اللي جاي. ده اقل حاجه نقدمها لجمهورنا العظيم. سؤال مهم جدا اسلام، لان احنا مرينا بالظروف ديت. أيوة. وانت مريت بالظروف ديت، واللي قبلينا واللي قبلينا واللي جاي والمجموعه اللي موجوده الحاليه. يمكن قبل هوا كنت بتكلم اسلام على الاجهاد، كل ثلاث ايام صعب جدا. انا هتكلم على نفسي وعلى اللعيبه اللي موجوده الحاليه. اتفضل. انا كنا بنلعب من جمعه لجمعه، ما كانش كل ثلاث ايام زي دلوقتي. ممكن بس يا كابتن قبل ما نتكلم، مش عايزين نتكلم عن اجهاد ومش يعني هو حقيقه واقعيه وحقيقه قد يعتبرها البعض، اصل اي جمهور دلوقتي بيتفرج عليك هيعتبر ان انت بتبرر. لا لا لا، بتبرر هزيمه. لا. ولكن هي ليست تبرير هزيمه، لكن هي بالفعل حقيقه. هي في حاجه، اللعيبه مجهده مجهده، اللعيبه تعبانه تعبانه، اللعيبه يعني ما ينفعش نقول ان هم لعبوا كم ماتش في قد ايه؟ بالظبط، اقل من اسبوعين. لكن في الاخر البعض بيحاول ان هو ايه، هيسيب كلامك كله ويمسك في ايه؟ مش هنقول الشماعه يعني، احنا عايزين بالزبط. نعلق عليها اخطائنا، لكن عايز اقول لك ان احنا مرينا بالظروف ديت فعلا. تقديرك للكوره ما بقاش تقدير صح. الباص اللي بيطلع من رجلك ما بيطلعش باص صح. مظبوط. كلامك حوالين الخطوط للعبتك ما بقاش صح. عدم التنظيم اذا كان الدفاعي ما بقاش صح، عدم التنظيم الهجومي ما بقاش صح. وارد بقى انك انت تخسر واحد في يوم بلغه الكوره بقى. وارد انك انت تخسر واحد، وارد تخسر ثلاثه، وارد تخسر خمسه. سبحان الله ان اليوم ده كمان يا اسلام يوم سبحان الله على المنظومه كلها، الجهاز الفني والاداري واللاعبين. صحيح. يعني حتى برضك سبحان الله بعيد. ما كانوش في المستوى ان بنتمناه ان يحصل من البدلاء ان يقدر يغير لنا الحاله على استحياء. يعني بعض الفترات فعلا الشوط الثاني كان في يعني ايجابيه شويه، لكن عايز اقول لك يا اسلام، هو يمكن ما اعرفش يا كابتن حضرتك معايا ولا لا في القصه دي، يمكن الحاجه الايجابيه الوحيده في هذه المباراه لو اعتبرناها ايجابيه ان انا جبت جونين وانا وحش للدرجات. بالظبط. فما بالك ان انا لو كويس هقدر اعمل ايه؟ بالظبط، وده اللي احنا قلناه. عايز اقول لك كمان صعب جدا يبقى لعيب واحد والعشرة اللي وراه مش موجودين في خارج نطاق الخدمه، يعني بيت ستاو بس. والباقي يعني عايز اقول لك ما كانوش موجودين باللي احنا كنا متخيلينه من لعيبه النادي الاهلي. لكن عايز اقول لك يا اسلام في تراكم اخطاء حصلت من كاس العالم للانديه. واحنا يمكن معاك في كذا مره بنقول على طول وقلنا يا جماعه في اخطاء دفاعيه لازم نعالجها. قررت يمكن في مباراه ريال مدريد، قررت في فلامينجو، قررت في الهلال، قررت في الدوري المحلي، المقاولين العرب، الداخليه، ثم سان داونز اللي هو اللقاء الاولاني 2-2. عايز اقول لك يا اسلام ان الاخطاء دي
لو ما اشتغلتش عليها ها توصلك للموقف اللي احنا وصلنا له. ايوه لانك انت ما عالجتش الاخطاء بتاعت ريال مدريد، ما عالجتش الاخطاء بتاعت فلامينجو، ما عالجتش اخطاء الدوري، الاخطاء الدفاعيه كمان بالذات. فعدم معالجتنا للاخطاء، ويمكن الراجل اتكلم في الجزئيه دي وقال ان كل 3 ايام، انا بالنسبه لي كل 3 ايام بلعب، فطبعا صعب جدا ان انا اعالج هذه الاخطاء داخل الملعب، لكن ممكن من خلال التصوير الفيديو، ممكن من خلال الكلام. لكن برضك في الثلاث ايام اسلام ممكن تبقى بالمشي الموقف داخل الملعب بقى، ممكن بالمشي بس احسس اللعيب ان هنا كان في موقف دفاعي خطا. أوكي. من ناحيه التمركز، من ناحيه الوقفه، من ناحيه الميلان، حاجه فرديه، حاجه جماعيه، عدم تقارب الخطوط الثلاثه. فدي برضك من ضمن الحاجات اسلام اللي احنا يعني سبناها وطرقناها. كان ممكن نعالج الكلام ده، وزي ما قلت لك ان كل 3 ايام ممكن بالماشي، ممكن بالحركه. المهم ان يبقى اللعيب عارف اسلام اخطاؤه ايه، يعني اللعيب يبقى عارف اخطاؤه ايه عشان ما يكررهاش. نعم. لكن تتساب مره واثنين وثلاثه يمكن نتيجته بتبقى زي ما اللي حصل في مباراه سان داونز الاخيره. ولكن في النهايه انت خسرت المباراه وخسرت بشكل ليس جيد. في النهايه لسه انا كنت بتكلم حتى في بدايه كلامي انه المركب ما زالت في المية، يعني في البحر، يعني لسه عندنا مباراة ولسه عندنا فرصة حتى لو 5%. بالزبط. حتى لو 5% بالظبط، وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه حاليا. يعني ككاس فني وكإداري ولجنة التخطيط واللعيبة لازم يبقى عندنا امل في ربنا سبحانه وتعالى. وما تعرفش الكورة اسلام مخبية ايه. صحيح. لكن انا اشتغل على المباراتين اللي احنا ان شاء الله باذن الله، مباراة القطن يوم الجمعة مهم جدا ان شاء الله ان احنا ناخد فيها 3 نقاط. ثم طبعا مش عايز اقول قبل ما تكمل يا كابتن، القطن اتعلموا عملوا ايه؟ قال لك هنفتح الابواب مجانا. بالظبط بالظبط. فانت سبحان الله يعني ده مصير البطل اسلام. طبعا. انت كل الناس بتحارب ضدك، فيهمهم طبعا ان النادي الاهلي هم بيعملوا اللي شايفينه ويقدروا يكسبوا بيه النادي الاهلي، عايزين يكسبوا النادي الاهلي. ومش هتقدر، يعني حق مشروع لكل فريق طبعا ان هو عايز يكسب وعايز يعمل مباراه جيده. فعشان كده بقول لك طبعا مباراه القطن هتبقى صعبه علينا جدا طبعا. لان طبعا احنا خارجين من هزيمه كبيره اكيد اثرت على اللعيبه نفسيا طبعاً. خلال الفتره. لكن عايز اقول لك اسلام، هو البطل معرض لكده، والبطل تملي بيبقى محطوط تحت المرصاد. لكن عايز اقول بنقلب الصفحه دي ونبدا ان شاء الله باذن الله من مباراه القطن. وفعلا لعيبه النادي الاهلي لما بتتزنق بتبان بقى معدنها، وبتبان دوافعها، وبتبان روح الفنانه الحمراء. فان شاء الله اتمنى باذن الله ان ربنا يكرمنا في مباراه القطن. وانا شايف طبعا استعداد اللعيبه لمباراه القطن بشكل جيد الحمد لله. يعني كل اللعيبه حتى في التسخين في الاحماء تحس ان اللعيبه يعني متاثره بشكل كبير. و طيب يطلعوا ازاي يا كابتن من هذا التاثر؟ انا اللي يهمني دلوقتي مش يعني انا اللي يهمني انا كجمهور بقى قاعد بتفرج، انا ماشي اللعيبه متاثره. طب وبعدين؟ انا عندي مباراه يوم الجمعه. هو الحاجه الوحيده في الحالات اللي بشكل ده اسلام العامل النفسي لازم حفيزي. طبعا لازم. نعم. مستر كولر يتكلم اولا لازم يتكلم مع اللعيبه دي ان كنتوا بتلعبوا باسم اكبر نادي في افريقيا. أيوة. النادي صاحب بطولات 115 سنه، نادي القرن، بطولاتنا الحمد لله. يعني المنافسه بيننا وبين ريال مدريد، يعني مش ما فيش حاجه في افريقيا بتنافسنا ولا حاجه عربيه بتنافسنا. نعم. فلازم نتكلم على تاريخ النادي الاهلي، مستر كولر والكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان، وطبعا اذا كان طبعا رئيس البعثه اللي موجود، اي شخص من اعضاء مجلس اداره. لازم نتكلم كتير جدا مع اللعيبه على تاريخ النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي. وانتوا كمان اصحاب تاريخ، يعني المجموعه دي اسلام اللي احنا شايفينها صراحه اصحاب تاريخ، يعني بطولات سابقه اذا كانت افريقيه، ثلاثه دوري ابطال. بالظبط. فلازم كمان نتكلم على انجازاتهم هم، ان مفيش مستحيل في كره القدم، وانجازاتكم انتوا اللي بتفرحوا الناس وانتوا اللي بتزعلوا الناس. حقيقي. في ايديكم فرصه الفتره اللي جايه ان كنتوا يعني ان شاء الله نطلع من
الهزيمة اللي كانت في جنوب أفريقيا ونبدأ نفكر في القطن، لأن القطن زي ما أنت قلت فاتح جماهيره، وبعدين القطن ملوش أي شكل ولا أي طعم إسلام، وده يخوف معاه يكسب يعني ويخوف في كرة القدم يعني عشوائي. أيوة. فالعشوائية دي عايزين نحترمه احترام كامل. نعم. نقدره وبعدين نتعامل معاه بشكل كبير جدا إن احنا نقدر نكسب القطن في القطن ونحصل على الثلاث نقاط. يعني عايز اقول لك حاجه اسلام برضك، من ضمن الحاجات ان احنا حتى كمان فكرنا كقدامة ان الفتره الجايه يبقى في تواصل بينه وبين الاجيال دي، مهم جدا. لازم اذا كان من خلال التمرين او من خلال الماتشات او من خلال بالظبط او من خلال المحاضرات. ودي يمكن كانت فكره الكابتن محمود الخطيب ان قال يا جماعه احنا بعيد قوي عن الجيل ده. صحيح. فمهم جدا ان احنا نتواجد الفتره اللي جايه نساند هؤلاء اللاعبين المميزين، من افضل اللعيبه اللي موجوده في افريقيا اسلام، 25 لعيب كلهم افضل من بعض. فان شاء الله باذن الله التواصل اللي بيننا وبينهم خلال الفتره الجايه بشكل كبير. يعني والله يا كابتن انا لو املك، انا لو املك كنا عملنا رحله الى الكاميرون. والله صح، الناس هتقول لي للدرجه دي؟ اقول لك انا هروح اساند الفريق لغايه اخر نفس. صح. ونساند الفرقه. لانه الحقيقه انا مش بساند فرقه، انا بساند نادي طبعا الأهل. طبعا. يعني اعتقد ان دي برضو قد تكون، لكن عموما خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل يوم الجمعه القادم، لانه الحقيقه الخروج من هذا المأزق الكبير جدا او من هذه الهزيمه الكبيره جدا، وان انت تروح تلعب مباراه في غايه الاهميه والجمهور لن ينظر لاي شيء الا للمكسب فقط ان شاء الله. بالظبط بالظبط. وبعدين مش مستحيل اسلام، لان زي ما بقول لك يعني الشكل واداء اللعيبه حتى النسبه يا كابتن، نسبه صعود النادي الاهلي، هل ممكن لسه نفكر في صعود النادي الاهلي؟ والناس تقول لك طيب لو انت بتفكر في الصعود حتى لو صعدنا بهذا الشكل اللي احنا بنلعب بيه، هل من الممكن ان نصل الى المباراه النهائيه؟ احنا ان شاء الله يا اسلام نكسب المباراتين، وانا عندي امل في ربنا كبير جدا ان شاء الله. لو في الفير بلاي بلغه الكوره، ايه الحلول يا كابتن؟ معلش يعني عايزين حلول فنيه تتناسب مع هذه المرحله. يعني انا شايف رقم واحد، انت بالنسبه لك انت تفكر في نفسك انت الاول. طبعا. نعم. طبعا انك انت يبقى استراتيجيتك لمباراه القطن. أيوة. تركيزك في التشكيله المناسبه لهذه المباراه، اذا كان في بعض اللعيبه هتريح وبعض اللعيبه الاخرين يبقوا كادرين بالمسؤوليه، حاسين بالمسؤوليه. نعم. رقم اتنين، انك انت ما عندكش اي بديل في مباراه القطن الكاميروني الا المكسب، يبقى انت هتضغط على الكاميرون من بدايه المباراه. أيوة. لحد نهايه المباراه. الحاجه الثانيه، لازم نقلل من اخطائنا بقى اسلام الدفاعيه، يعني اخطائنا الدفاعيه عشان نقللها، يبقى انا لازم بلعب بسيستم وانا بدافع خطوطي الثلاثه في نص ملعبي تحت الكوره، لان دي بتدي ثقه للخطوط وفي نفس الوقت بتمنع الـ المنافس ان هو يقدر يوصل لك او يقدر يوصل للمرمى بتاعك او يقدر يوصل للشناوي. الحاجه الثانيه، لما بتستحوذ بتبدا تنطلق بقى. احنا الحمد لله 4 مين بالنسبه للجمل التكتيكيه او التكتيك اللي بنلعب بيه، عندنا اطراف على اعلى مستوى، عندنا اختراقات من العمق، عندنا نص ملعب بيعتبر من اقوى نص ملعب اللي موجود في افريقيا، عندنا التلت الهجومي يا اسلام بدانا يبقى نقدر نوصل لجول، عندنا فرص نتمنى ان الفرص اللي بتيجي نقدر نستغلها بشكل احترافي. أيوة. يعني في مباراه سان داونز مش عيب ان انا اخد كمان من الحاجات الكويسه من الفرق اللي بتقابلني. يعني سان داونز في مباراته معانا يا اسلام لعب كره حديثه من 3 حاجات، يعني التمرير، التسليم والتسلم، التحرك من غير كوره. التحرك من غير كوره ده اهم حاجه بصراحه. تحرك من غير كوره اهم يعني حاجه. يعني عارف اهم ما كان يميز اليو بادجي اليو ديانج ايه الفتره اللي فاتت؟ ايه؟ قبل الماتشين 3 الاخرانيين دول ان هو بيلعب وبيتحرك. بالظبط. لكن هو بالزبط. دلوقتي اقل. وانا عايز اقول لك يا اسلام، ساعات ثبات التشكيل هو اللي بيدي لك المفاتيح. بالزبط. دي ثبات التشكيل. يمكن مستر كولر كان عنده وجهه نظر ان هو كل مباراه بيغير 3-4-5 لعيبه، واخد بالك؟ هو خوفا من الاصابات، هو بدانا نصاب خوفا من الاجهاد وبدانا يبقى عندنا اجهاد. فانا عايز اقول لك نرجع تاني للتثبيت، يعني نرجع تاني للتثبيت. التثبيت ده بيدي لك الحاجات اللي احنا قلنا عليها. يعني دي اول حاجه لازم يعملها، لازم
لازم يبقى في تثبيت للتشكيل، واخد بالك؟ وبعدين من بدايه الشوط الثاني لو انت حاسس بعد الدقيقه 60 بعد الدقيقه 70 غير بالظبط كده، ابدا اغير بعض اللعيبه اللي فعلا محتاجه تغيير، لكن اللي مش محتاج تغيير اخليه موجود، لان وجوده بيدي نوع من التجانس اللي بينه وبين اللعيب الاخر. يعني عايز اقول لك حاجه اسلام، وانت بتلعب فانت كنت رابط بينك وبين اسلام الشاطر، بينه وبين الهاف اللي قدامه، وبينه وبين الجناح طبعا، فلعبكم انتوا التلاتة مع بعض بيؤسي. فترات كثيره بداتوا تحفظوا بعض، انا وبركات بالظبط صح، فانت بدات حتى كمان من بدايه هجمتك انت عارف اقدر العبها لبركات في رجله ولا العبها له في خلق مساحه صح، ولا حامل معاه دبل باص، ولا انا هروح انا واحد ضد واحد، ولو انا هاجمت هو هيقف يدافع، لو برافو عليك هو هيقف يهاجم، وهكذا. هو ده ثبات التشكيل اللي بيدي لك، اللي بيدي لك الواجبات دي الدفاعيه والهجوميه، اللي بيدي لك الشكل. يبقى اول حاجه ثبات التشكيل خلال الفتره القادمه، ثبات التشكيل ان شاء الله الفتره اللي جايه. أوكي. وزي ما قلنا اسلام، لو حس ان في الشوط الثاني حس ان في بعض اللعيبه يعني حس باجهاد او مش قادره، يقدر يحصل التغيير. لكن ثبات التشكيل بيدي للعيبه ثقه وبيدي للمدرب ثقه، وزي ما قلت لك يا اسلام التجانس بيجي، الوجبات الدفاعيه بتبقى موجوده، الوجبات الهجوميه، الجمل التكتيكيه. ويمكن ده من ضمن الحاجات اللي نجح فيها مستر موسيماني سنتين صحيح، تثبيت التشكيل في 18 لعيب و19 لعيب. خد بالك يا اسلام، احنا زمان ايام هدوكوتي بقى، ايام نحنا وكلوتشاي، وكان موضوع التثبيت ده كان اول مره نعرفه. بعدين لما جه فايسا فوجئنا بيلعب ب 18 لعيب بس، يعني راجع حتى كمان 18 لعيب. قال حتى الباقي يا اما يتمرن قبلي او يتمرن بعد فرقه، هو عايز يركز على 18، عايز يركز على 18. مساحات الملعب مش هتقدر تشيل ال 25 لعيب او 30 لعيب، فدي برضك كانت من ضمن المدارس المتحضره، المدارس الاجنبيه اللي جت وعملت بصمه بشكل كبير جدا. أيوه. على النادي الاهلي وعلى الكره المصريه. لما جه مانويل جوزيه نفس الكلام، شفنا مانويل جوزيه بعبقريته بدا يعمل حاجات، يعني بدات الناس تقلده، يعني بدا يهاجم بثلاثه رصاصات حربه في بعض الاوقات، اخذ تلت ساعه صح. استراتيجيه المباراه ساعات يا اسلام بتحتم عليك، لو انت المباراه 0-0 فانت محضر حلولك في اخر تلت ساعه، ساعات بتدفع ثلاثة رؤساء حربة عشان تكسب، عايز اكسب. فدي من ضمن الحاجات الهيد كوتش اللي هو محضر، الهيد كوتش اللي مذاكر، الهيد كوتش اللي متابع بشكل كبير، يقدر يشكل من استراتيجيته، يقدر يشكل من لعبته من خلال الخطة، من خلال الأداء، من خلال بدافع لعيبة، من خلال راحة لعيبة. فدي حاجات كلها يعني أكيد مستر كولر عايش ومتعايش فيها، لأن أنا عارف إن مستر كولر بيذاكر كويس قوي الفرق، بيذاكر كويس قوي، وبيبدا يتعامل معاها من خلال نقط الضعف اللي موجوده من خلالها، او الحاجات الايجابيه اللي يقدر هو كمان يمنحها بشكل كبير ما يبقاش خطوره عليه. شايف مباراه اليوم الجمعه ازاي؟ زي ما قلت لك القطن احنا شفناه هنا، هم طبعا فرقه متواضعه جدا. اسم القطن كان قبل كده في افريقيا يا اسلام كان اسم قوي جدا صحيح. كان عنده لعيبه دوليين على اعلى مستوى وفرقه كانت يعني مرعبه، لكن واضح الاحلال والتجديد، يعني هم كمان بيتغيروا ومعظم لعبتهم من الاعمار السنيه الصغيره، فالخبره مش موجوده عند لعيبه القطن باستثناء يمكن لاعب راس حربه وبرضك صغير السن، يعني كان عمل لنا شويه شغب كده في المباراه اللي كانت في القاهره. يمكن هو ده حارس المرمى طويل القامه، الحاجات الكور الطويله الكورسات العرضيه بيطلع ياخدها بشكل كبير، عندهم مشاكل في خط ظهرهم، عندهم مشاكل في نص الملعب. فان شاء الله باذن الله اسلام، انا زي ما قلت لك مستر كولر طبعا اكيد هيتابع المباراه اللي كانت في القاهره. أوكي. هيبدا يحط الاستراتيجيه للمباراه، التشكيله المناسبه، اللعيبه اللي هتبدا المباراه. يعني انا كان نفسي يا اسلام في مباراه سان داونز، معلش هنرجع تاني، لا اتفضل، ان انا كنت اريح ست سبع لعيبه من الاساسيين في مباراه الدوري العام، مباراه المقاولين العرب، واخد بالك؟ تفرق معايا بشكل كبير جدا. الكل كان بيطالب بهذا الامر لان بعض المدارس، يمكن كابتن جوهري كان وانت تفتكر كان ساعات بيحس بينا بشكل كبير جدا، فكان يقول لي ايه
انت النهارده ما بتتمرنش وبكره ما تجيش، هو خلاص. ما هو مره يا كابتن بمناسبه هذا الكلام، بمناسبه كابتن جوهري، مانويل جوزيه، بما ان حضرتك بتتكلم عن مانويل جوزيه، مانويل جوزيه دخل من بره فبيسلم علينا واحد واحد، سلم علينا واحد واحد وجاء عند ابو تريكه قال له جو هوم. فابو تريكه فاكره بيهزر والله. ابو تريكه فاكره ان هو ايه عمال يهزر وبتاع، ففضل واقف فلف اللفه وسلم على اللعيبه كلها ورجع تاني. قال له انت ايه اللي موقفك؟ روح بيتك ولما ما تجيش غير لما اقول لك. بص، لا فانا بقول لك دي من ضمن الحاجات اللي المدربين بيحسوا بيها. عايز اقول لك حاجه كمان اسلام، يعني احنا زمان لازم يبقى التنسيق بقى بين مسؤولين التدليك والدكتور مع الجهاز الفني. يعني اقول لك مثلا زمان حمدي المكرون الله يرحمه وهو بيدلكنا كان يدوس لك على العضله في كنت تصوت صح، فيروح للمدرب يروح كابتن جوهري يقول له ايه خد بالك مرة امام مجهد والله. حقيقي. فكان احنا الاجهاد كان بيبقى من تحت ايدين المدلك، المدلك لان هو اللي ماسك العضله، عليك هو اللي ماسك العضله حافظ، برافو عليك. فيروح مبلغ على طول، بص الامانه بقى طبعا مش بيبلغ الدكتور ده بيبلغ المدير الفني بالظبط كده. فانا عايز اقول لك التواصل اللي بين المدلك وبين الدكتور لازم بمنتهى الامانه للراجل طبعا، لان احنا كلنا شغالين في مركب واحد وكلنا عايزين ننجح. فدي من ضمن الحاجات اللي انا بقول لك يعني افتكرتها ايامنا احنا. فانت النهارده لازم التواصل ده بين الراجل اللي هو المعد مع الدكتور مع مستر كولر في الحاجات اللي بالشكل ده. زي ما انت قلت ممكن في مباراه المقاولين العرب يمكن الناس كلها اتكلمت في الجزئيه دي، ان احنا ممكن نريح 6-7 من اللعيبه. احنا الحمد لله اول وعندنا من النقاط، والفرق بيننا وبين اللي ورانا يمكن دلوقتي نقاط. اصبح النهارده بعد فوز فيوتشر اصبح نقطتين، اعطى نقطتين ولكن فرق 3 مباريات. طيب فكانت صح يا شباب لو عندي حاجه غلط، فرق ايه؟ فرق 3 مباريات ولكن فرق كام نقطه؟ نقطتين صح. تفرق معانا بشكل كبير جدا اسلام، لان فعلا اللعيبه محتاجه يوم، محتاجه يومين صح تتنفس بس. فدي بردك من ضمن الدروس اكيد اكيد اللي مستر كولر حطها في الحسبان. ايوه. وكمان اللعيبه كمان يا اسلام لازم تساعد، يعني مش عايزين نقول بس المدرب بس ولا اللعيبه بس، لا 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 احنا اتكلمنا على احنا كلنا كلنا مسؤولة. مسؤولين طبعًا على الوضع كل الناس مسؤوله بالظبط، كلنا مسؤولين على الوضع اللي حصل للعيبه النادي الاهلي، لكن عندنا ثقه كبيره جدا جدا في هؤلاء اللاعبين. وزي ما قلت لك اسلام هم كمان مهم جدا الدوافع بقى وروح الفنانه الحمراء، لان برضه جماهير النادي الاهلي زعلانه تقول لك احنا ممكن نخسر لكن فين دوافع لعيبه النادي الاهلي وفين روح الفنانه الحمراء؟ جمهور النادي الاهلي اعتقد برضه يا كابتن يمكن حضرتك حافظ اكتر مني كمان، لانه جمهور النادي الاهلي زعلان طبعا على زيما كل حاجه، ولكن على الشكل والاداء والروح اللي مش موجوده اكتر. لكن ان انت تكسب او دي حاجه بتاعت ربنا. بالظبط. لكن هو بيهمه جماهير النادي الاهلي دوافع اللعيبه وروح الفنانه الحمراء اللي هم اتعودوا على ادائهم من خلال المباريات اللي بالشكل ده. فانا بطمن جمهور النادي الاهلي ان شاء الله اسلام، وان شاء الله يوم الجمعه باذن الله باي مجموعه هتلعب، احنا عندنا افضل 25 لعيبه زي ما قلنا، باي مجموعه هتلعب ان شاء الله قادره ان هي تعمل لنا نتيجه وثلاثة نقاط، وان شاء الله باذن الله يبقى مردودنا بعد كده في المباراة القادمة اللي هي مباراة الهلال السوداني. هنكمل كلامنا مع كابتن ماهر امام، ولكن نطلع فاصل ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى. كابتن ماهر بعد اذنك برضو عايزك تقول لي كيف يعبر الجهاز الفني واللاعبين هذه المباراة. انا عايز دلوقتي اتكلم وهفضل اركز خلال الثلاث اربع ايام اللي جاية على مباراة القطن. هساند مرة تانية. اللي عايز يقول حاجة يقولها ما عنديش مشكلة، لكن انا هفضل اساند وادعم هذا الفريق لان انا بدعم النادي الاهلي وباساند النادي الاهلي، مش بساند اشخاص ولا بساند حد، انا بس بقول الكلام ده لانه مش انا لوحدي بالمناسبه، ده كل يعني الكابتن ماهر لسه بيقول لي يا اسلام لازم كلنا نقف مع الفرقه اليومين دول، لازم كلنا كابتن ماهر. مش عايز اقول لحضراتكم الاسماء اللي كلمتني وكلها اسماء لا يختلف على حبها للنادي الاهلي اتنين، وكلهم بيكلموني بيقولوا لي كلنا احنا زعلانين وغضبانين ولكن هنقف في ظهر فريقنا وهنساند فريقنا، احنا بنساند النادي الاهلي. انا خدت الكلمه دي من الكباتن الكبار اللي طول عمرهم بقى في النادي ومتربيين من تراب النادي، فعشان كده
هم حاسين اكتر مننا كلنا باللي حصل في هذا الامر. لكن خلينا برضو نرجع مره تانية للناحيه الفنيه يا كابتن ماهر، مهم جدا ازاي اللعيبه تعبر مع الجهاز الفني هذه المباراه اللي بنعتبرها فرصه ولو ضئيله جدا. الفتره القليله اللي قبل الماتش القطن الكاميروني البرنامج هيمشي عادي بالنسبه مسافرين الاربع ان شاء الله. الكاميرون الاربع هيمشي عادي جدا اسلام، واخد بالك؟ هيبقى زي ما قلت لك العامل النفسي هيبقى ليه دور كبير جدا جدا للجهاز الفني، مستر كولر، كابتن سيد عبد الحفيظ، وسامي قمصان مع اللاعبين. عايز اقول لك كمان دور محمد الشناوي كابتن الفرقه مهم جدا. الشناوي انك انت يمكن احنا فقدنا دور الكابتنه في المباراه دي يا اسلام، لان الشناوي طول عمره معودنا بالكلام مع اللعيبه وقبل المباراه وبعد المباراه وفي المؤتمر الصحفي والتشجيع كابتن، وداخل الملعب ادارته وخبرته داخل الملعب وبيكلم، بقول لك يوم غير عادي. لكن انا عايز اقول ان فعلا الشناوي خلال الفتره القادمه او الفتره الحاليه هو والسوليه وكهربا اللعيبه علي معلول كباتن الكبار، كباتن الكبار يعني. دورهم كلهم دور في الكلام جدا مهما كان المستوى في الملعب، ولكن يبقى لهم دور في الكلام. ده مباراه راحت لحل سبيلها بالظبط كده وانتهت، لكن احنا بنتكلم على الادوار اللي جايه. انت افضل فرقه في افريقيا، انت نادي القرن، نادي البطولات، لازم اللعيبه الكبيره تتكلم بهذا الشكل طبعا طبعا وتتكلم مع بقيه اللعيبه. يا جماعه هي كره القدم كده يعني. انا من ضمن الكبير مره برشلونه كرويف وهو بيدير الاداره الفنيه، الضرب اول 10 دقائق جول، الجول الثاني الثالث الرابع الخامس قفل الملف وقعد حتى رجع ولع سيجاره وخلاص قال لك يوم مش يومي. فالنهارده اعظم فرق العالم يعني نالت ولكن برضو مرة تانية ده مش معنى الكلام اللي بيقوله كابتن ماهر ان احنا ده لا طبعا، ده زي ما قلت وحفضل اقول طوال هذه الحلقة وكل ما حد يتكلم دايما هنقول هذا الكلام، ان سواء تأهلنا او لم نتأهل ودي مش معلومة، انا بتكلم على تأهلنا او لم نتأهل سيكون هناك حساب عسير جدا 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 لكل من قصر في اداء واجبه خلال الفتره الكام يوم اللي فاتوا ده. لكن ده انا بقول مش معلومه، ليه؟ لان ده حصل قبل كده يا كابتن ماهر، لما انا خلينا في المستقبل او في الماضي القريب، ان بعد هزيمتنا الاولى من سان داونز بعدد كبير من الاهداف حصل بالزبط. ان تقريبا الجيل تغير تماما وجبنا لعيبه قدرنا ناخد بيهم افريقيا لمده 3 سنوات، قدرنا وصلنا نهائي افريقيا دوري ابطال افريقيا 3 سنوات وخدنا ثالث العالم مرتين. فبالتالي انا متاكد ان هيكون في حساب ان شاء الله. وعايز اقول لك اسلام دي سمه البطل. النادي الاهلي طول عمره بيدور على الاحسن، بيدور على الافضل طول عمره. النادي الاهلي عنده استراتيجيه مش قصيره المدى، لا طويله المدى. طول عمر النادي الاهلي بيدور على الانجازات. زي ما قلت لك البرنامج هيبقى الاعداد النفسي مهم جدا، حته الاستشفاء اشتغلوا عليها طبعا الاجهزه الدكتور والاجهزه اللي بتساعد الدكتور في محاوله رجوع اللعيبه للحاله الطبيعيه بالنسبه لهم. اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا في الانضباط في مواعيد التدريب. اللعيبه خارج الملعب اسلام كل واحد بيحافظ على نفسه بشكل كبير جدا، يعني بيروح بيته بيحاول ان هو يبقى موجود يعني وقت كبير جدا في منزله. حته التغذيه مهمه جدا، حته النوم بدري كمان مهمه جدا عشان تحاول تساعد موضوع الاستشفاء. اصرار لعيبه النادي الاهلي من خلال طبعا الفقرات اللي بيجيبها لنا سمير بالنسبه للتدريبات، لا تحس ان لعيبه النادي الاهلي لا عايزه، لعيبه النادي الاهلي مصممه هتعمل اللي عليها اسلام في خلال المباراتين دول صح. ان شاء الله ان شاء الله والباقي على ربنا. لكن كل التجهيزات لمباراه القطن انا شايف ان شاء الله باذن الله هتكون تجهيزات اداريه طيب وفنيه على اعلى مستوى. عموما لو حبيت بس في اخر الحلقه كده يا كابتن او في اخر هذه الفقره تقول رسالة مهمة جدا للجهاز الفني واللاعبين خلال هذه الفترة. يعني
يعني الواعدين يعني. طب كان اختيار لجنه التخطيط لمستر كولر في هذا التوقيت اختيار جيد، يعني الراجل بيشتغل شغل احترافي، الراجل منظم، الراجل بيحاول ان هو يوصل بالنادي الاهلي للعالميه، واحنا ده حاسينه من خلال شغل الراجل وجهازه الفني. اللاعبين بقول لهم انتوا يعني بتشتغلوا في مؤسسه، اكبر مؤسسه رياضيه موجوده في افريقيا وفي العالم العربي، نادي بينافس ريال مدريد على البطولات، ما شاء الله عندنا بطولات محليه وعندنا كاس مصر وعندنا بطولات افريقيه، يعني شرف لكل لاعب من لعيبه النادي الاهلي يكون موجود في هذه المؤسسه. عايز اقول لهم خلاص بننسى مباراه سان داونز، بنفكر في مباراه القطن ان شاء الله، وانا عندي ثقه في الله وفيكم، وانتوا لعيبه رجاله وبتتحملوا بشكل كبير جدا خلال الفتره الماضيه، لكن هو ده حال البطل، تعمل البطل مضغوط على طول، وانتوا قدها ودود، وان شاء الله باذن الله المباراتين الجايين بست نقاط، ونعمل اللي علينا بقى والباقي على ربنا سبحانه وتعالى يعني. يا رب ان شاء الله. كابتن مهنا انا بشكرك جدا الحقيقه، وكنت مصر ان حضرتك تكون موجود معانا النهارده، لانه انا عارف ان بيبقى دايما مثل هذه الاسماء الكبيره بيكون لها دور، ودور كبير جدا جدا في مثل هذه التوقيتات، لان هم الحقيقه اساطير النادي الاهلي دول مروا بمثل هذه الامور مرات حصلت ان بتحصل مثل هذه الكبوات، ولكن لازم نتعلم منهم ونشوف الناس دي بتقول ايه، علشان بالفعل هو ده النادي الاهلي، وده تاريخ النادي الاهلي اللي دايما هنفضل واقفين في ظهره ونسنده. انا بشكرك جدا. شكرا اسلام. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن ماهر همام. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاساتذه الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ عبد الحكيم ابو علم في ضيافه الدنيا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفنا في هذه الفقره، الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن. وحضرتك ايه، كله تمام؟ الحمد لله. استاذ عبد الحكيم ابو علم، ازيك يا استاذ عبد الحكيم؟ اهلا وسهلا كابتن. كله كويس؟ طب الحمد لله. استاذ جمال، خليني ابدا مع حضرتك واعرف رايكم الاول في هزيمه النادي الاهلي امبارح. طبعا الهزيمه وارده في كره القدم. نعم. الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون مضايقه الناس هي انه كان برضو ما لازم نناقش المباراه، انت جالك اكتر من فرصة ان انت تعدل النتيجة. نعم. او على الاقل تنتهي بشكل طبيعي. كون ان انت ما قدرتش كلاعب او كلاعبة، يبقى اذا اللعيبة دي مرهقة جدا لدرجة ان هي مش قادرة حتى تصلح الموقف. يعني ما نقدرش ننكر ان الهزيمة مؤلمة. نعم. للجميع. لكن هل ده معناه انه الناس تطالب بهدم المعبد والكلام اللي احنا شايفينه ده؟ لا، ما اعتقدش. لا، من حق جمهور النادي الاهلي الحقيقه، الجمهور اللي من حقه يزعل. أيوة. ويطالب وعلى فكره احنا دايما بنقول هنا كابتن، مش مجامله لحد، لكن بنقول ان اداره النادي دائما هي الاكثر حرصا على ان الفريق يبقى ماشي بشكل كويس. طبعا. بدليل التدعيمات اللي موجوده للفريق، ممكن بعض التدعيمات ما تمتش لأسباب خارجة عن الإرادة، لكن ده مش معناه أن الإدارة ساكتة. يعني الإدارة شغالة برضو في إطارها. وحرجع أقول نراجع آخر السجل بتاع فريق الكورة. نعم. عملوا إيه؟ عملوا كذا وكذا وكذا، هتتكلم فيها كتير. يعني ده معناه أنه الفريق مش بعيد عن الطريق الصحيح. حقيقي. لكن وارد جدا، وممكن كل نجوم كرة القدم يتكلموا في جزئية الإرهاق، مش إرهاق من مباراة ولا اتنين. نعم. انت عندك إرهاق على مدى بعيد، وده اللي بيخلي كولر يحاول ان هو زي ما قلنا يعمل عملية التدوير. مع الكابتن ماهر من شوية كان بيقول لي بقى ان مثلا من اوائل الحلول من وجهة نظر الكابتن ماهر امام انه يتم تثبيت التشكيل. ما هو تثبيت التشكيل ممكن، لكن او هو الاساس، لكن في ظل ظروف مشاركات الاهلي المختلفه في كذا بطوله ومتلاحقه، يعني كل 3 ايام ماتش، ممكن جدا يبقى عندك صعوبه في التثبيت. طيب لو انت عندك، هتلاقي القوام الرئيسي بتاع الفريق
ما هو معروف برضو طبعا، يعني بتبقى التعديلات في مركز يكون اللاعب مصاب، ما هو انت مش هتلاعبه وهو مصاب، لازم تشوف البديل بتاعه. لكن اللي احنا شفناه من خلال هذه المباراة وقبلها كذا مباراة الأخيرة في كأس العالم للأندية انه الفريق لا بيعاني من الإرهاق فعلا. فما ينفعش ان انت في التوقيت ده، ده وجهة نظر يعني الشخصية، ما ينفعش ان انت تقول ان التثبيت هو الحل. لا، هو التشكيلة الأساسية معروفة، لكن لو لاحظنا او لو لاحظ الجهاز الفني ان في لاعب مش في مستواه بتستبدله، لكن الفكرة العامة موجودة ان طبعًا انت طبعًا عايز تثبت طبعًا الفريق طبعًا. لكن هل تقدر تثبته وهو لعيب مش قادر مثلا يرفع رجليه؟ ما لسه انا كنت بتكلم مع الكابتن ماهر بره يعني قبل ما يدخل مع حضرتك على جزئية انه احيانا الارهاق ده من خلال خبرته هو كمان ومن خلال خبرتنا ومتابعتنا احيانا الارهاق بيخليك عارف اللعبة الصح تتلعب ازاي، مش بس مش قادر، ده مليون في المية انت مش قادر طبعًا. يعني لما تيجي بس انا مثلا انت قاعد متزعلش مني يا استاذ كمال برضو، وخلي بالك انا هنا برضو هاخد الاراء الاخرى طبعا، مش معنى كده ان انا مقتنع بيها، ولكن انا باخد الاراء الاخرى. يقول لك ايه، طب ما انا يعني انا حتى لو مش عارف اهاجم، طب انا مثلا باك رايت، خلينا نتكلم على الباك رايت، ماشي، مش محمد هاني، بتكلم عشان انا بلعب باك رايت، انت على اساس ده مركزك، انا لقيت نفسي مرهق تعبان انا اسلام بقى، كنت بعمل كده، لقيت نفسي مش قادر ولا اجري وخطوتي تقيله، كنت بعمل ايه؟ كنت بقف ادافع كويس. ايوه، ده على حساب حتى الواجبات الهجوميه، على حساب لان انا اسمي ايه؟ اسمي باك رايت او باك ليفت. عشان كده انا مش بخلي مسؤوليه اللاعبين، لازم برضو يكون احنا كلامنا الخبره اللي لازم يكون كلامنا واضح. ما ينفعش مثلا فرقه اتغلبت اطالب بتغيير شامل واقول الاداره واقول لجنه التخطيط واقول الجهاز الفني، يعني مش هولع في الدنيا كلها عشان هزيمة صح، حتى لو انا مش راضي عنها صح، ولكن ده مش معناه انه لن يكون، معلش انا كل شوية اقول هذه الكلمة لانها مهمة جدا جدا، لان كل واحد كل ضيف عندنا بيقول رأيه، تمام. انا ما بتدخلش في رأي حد، لكن انا لازم اقول الجانب الاخر ان مش معنى كده انه الموضوع هيعدي، وان الموضوع لا سيكون هناك مرة اخرى وعشرة وحداشر واتناشر، وحفضل اقولها كل شوية، سيكون هناك على حساب وحساب كبير وعسير لازم لكل من قصر في حق النادي الاهلي خلال كابتن احنا متفقين على ايه؟ على ان في حاجه غلط. دي ما اقدرش، يعني انا مش هقدر اكذب على نفسي ولا اكذب على حد واقول الموضوع سليم وصح، ما تدخلش العقل. صح، في حاجه غلط، الغلط ده بيتصلح، لازم يتصلح ويتصلح بسرعه، لان الاخطاء بقت واضحه قوي، واللعيبه اللي مرهقه، يعني انا عندي لما يبقى عندي لعيب اداؤه 70% او 50% بس بحالته البدنيه السليمه والتركيز افضل من لاعب كبير اداؤه 100% ولكن هو مش في حالته الطبيعيه، لازم يبقى فيه نوع من انواع الدفع باللعيبه. يعني انت عندك فيه لعيبه كتير، انا يمكن كنت بتكلم بره برضو على خالد عبد الفتاح مثلا، موقفه ايه مثلا؟ كان في دور في ايوه، ما هو كان في اصابه او في يعني تحت العلاج والملاحظه، هو رجع الحمد لله، مروان عطيه مثلا. ما هو كل دول هما اللي بيمثلوا الاضافه اللي ممكن تساعد الجهاز الفني، تديك النفس اللي بعيد عن الارهاق شويه لغايه ما اللاعب الاساسي يرجع لحالته. يعني علي معلول مش في حالته الطبيعيه، مش لان هو وحش، لان هو اوفر لودد، يعني متحمل زياده عن اللزوم. أوكي. فكان ممكن يبقى محمد اشرف مثلا، وهكذا يعني. استاذ عبد الحكيم، مبدئيا زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام، ارجو ان بس كلامنا ما يتفهمش ان احنا بنبرر خالص، لا يوجد تبرير في مثل هذا التوقيت. حصل هزيمه، زعلش مني. طبعا حصل هزيمه، حصل هزيمه، يعني حصل كان في اخطاء طبعا، واللي ما يقدرش يقول الكلام ده يبقى من الاخر يقفلها ويطلع. بس انا كلامي ده انا مسؤول عنه، للاسف احنا عندنا شويه نقط كتيره جدا، ناس كتيرة عمال بقى ايه، كل واحد بقى عامل نفسه وصل على النادي الاهلي واطلع قالت مش عارف مين، هد المعبد اللي مش عارف مين. طب هو ولا ده دلوقتي وقت انتخابات ولا دلوقتي وقت فترة انتقالات؟ ثم انت حضرتك بتقيم على اساس ايه؟ يعني بتقيم على اساس ايه؟ الفرقة فاشلة؟ طيب اوكي، الفرقة الفاشلة دي حضرتك واصلة 4 فاينل دوري ابطال افريقيا في 5 سنين،
طب ماشي اوكي، عندك مشاكل، عندك مشاكل، عندك لعيبه ما ظهرتش بالمستوى في ماتش واحد، طبعا. بس قبل ما حضرتك تقيم اللعيبه، اللعيبه دي يا كابتن اسلام لعبت 11 مباراه في 37 يوم من 1 فبراير لحد ماتش امبارح، 11 مباراه في 37 يوم. حضرتك كنت لاعب كوره ولاعب كبير جدا وليك تاريخ، هل ده منطق ان انت تلعب 11 مباراه في 37 يوم؟ لا طبعا. لا طبعا يعني انت حضرتك في مره واحنا بنعرض الجدول كنت هنا قلت لي ايه ده، انا هنكت وانا بقرا الجدول. صحيح، 11 مباراه في 37 النهارده، وانا مش بتكلم على اي فريق منافس ولا وده مش كلام، مش اي مبرر خالص يعني. في اخطاء، في اخطاء ماشي، وفي حساب، في حساب. بس انا بقول لك النهارده فيريرا، مش بتكلم على منافسه على فكره، لما خسر من ايمي بيقول لك الارهاق، وهو بيلعب ماتش كل 5 ايام وارهاق. صح، انت فرقه لعب 11 مباراه في 37 يوم من 1 فبراير وايه في 8 مدن يا كابتن، 11 مباراه في 8 مدن، نركز في الجمله دي، في 8 مدن اربع بلدان، 8 دول يعني او في 8 مدن في اربع بلدان. ايوه طيب، هل مفيش اخطاء؟ لا في اخطاء، بس تعال نتكلم بقى. انت بتيجي بتقول لي ان النادي مثلا ما دعمش، طيب انا ما دعمتش ازاي وانا جايب اربع لعيبه، اربع صفقات مهمين جدا 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 بالنسبه لك، تمام، في فتره الانتقالات الشتويه في ناس ثانيه ما جابتش اللعيبه دي عشان المهاجم. جميل قوي ان انت بتتكلم على جزئيه انت ما جبتش مهاجم. طب انا هتكلم لحضرتك، انا مش مسؤول عن وباء، وانا اسف لو اقول اللفظ ده، سوشيال ميديا ويوتيوب، واحد يطلع عمل لك قناه يوتيوب، واحد عمل لك سوشيال ميديا. على فكره مش بتكلم على صحفيين واعلاميين، انا بتكلم على واحد او سين او اثنين او خمسه او سبعه، هم ممكن ما يكونش موجودين في مصر، ما يكونش موجود داخل النادي الاهلي، ما يكونش يعرف باب النادي الاهلي فين، وطلع عمل قناه يوتيوب. انفراد الاهلي يتعاقد مع جاكسون مولكا، جاكسون مولكا حضرتك النادي بتاعه طالب 6 مليون دولار، يعني 180 مليون جنيه مصري، ميزانيه تانية خالص. ومش معنى كده ان الاهلي لا، الاهلي حاول فيها، الاهلي بذل كل جهد فيها. لما تيجي تتكلم وتقيم، ما تدفعنيش ثمن فاتوره ناس بتعلوا طموح الجماهير في صفقات هلاميه ما تناسبش الوضع اللي انت فيه. وبعد كده انت خسرت من سان داونز، خسرت من سان داونز، في اخطاء، في اخطاء، في حساب، في حساب، بس قيم صح. ما ينفعش حضرتك دلوقتي تحاسبني على والجماعه اللي هم بيقودوا موضوع ال 3 4 ولا 10 15 بتوع السوشيال ميديا دول، مش هم دول جمهور الاهلي؟ جمهور الاهلي لما الاهلي كان خسران من الهلال السوداني كانوا في اسوان في الشوارع، ده جمهور النادي الاهلي. لما حافز لعيبته نزلت كسبت، ومعنى كده برضو المره الخامسه في اخطاء، في لعيبه لازم تصحى، او النادي كل ما تيجي تتكلم في هذا الامر لو سمحت تقول ان في اخطاء. لا طبعا، زي ما حضرتك قلت في الانترو، في لعيبه لازم تصحى وتعرف ان بتلعب في النادي الاهلي، وتعرف ان انت هتحاسب على كل ماتش وهتحاسب على كل دقيقه، ده سمه النادي الاهلي. بس برضو واللي مش قادر يقول ان هو مش قادر. طبعا يعني على فكره طبعا ده النادي الاهلي كده، ما تزعلش مني، هو انا كلاعب يعني مش انا باجي اقعد في النادي الاهلي وبجدد باحسن عرض واحسن كل اللي انا عايزه بيحصل حاجه كل اللي انا عايزه بعمله ليه؟ لانه النادي الاهلي شايفين ان انا اقدر اعمل كده واقدر اقود النادي الاهلي للبطولات زي ما خد النادي الاهلي، هيفضل ياخد بطولات بيك او من غيرك، بيا بحضرتك بالاستاذ جنب اي حد هياخد بطولات برضه. في جمله قالها منه الجوزيف الجيل بتاعكم يا كابتن بتبان دلوقتي، التيشيرت تقيل عليه لو تفتكر الجمله دي اتقالت في عهدكم. طبعا طبعا في بعض اللعيبه، بس الكلمه دي اتقالت على مدار اجيال كتيره جدا كتير جدا، بس لا بس المقصود من الجوزيف قالها ليه، ان في لعيبه ما بتتحملش الضغط، مش تقيله عليه بمعنى ان هو فنيا مش قادر، لا خالص، في لعيبه كانت فنيا قادره جدا، بس هي التيشيرت الضغوط اللي حوالينا ده. بس دلوقتي يا كابتن اسلام دلوقتي بصراحه في ضغوط زياده عن اللازم، في ناس عايز تاخد دور اللقطه، ان انا دلوقتي هطلع تقرا يا كابتن اسلام 18 قرار، اقاله رحيل هد مشي. طيب انا همشي دلوقتي حضرتك نص الفرقه، طب هو انا فتره انتقالات دلوقتي، هو انا عندي همشي اوكي انا همشي معاك، يقول لك مش مشكله. يعني ايه اللي مش مشكله؟ يعني اقول لي بس، يعني حد يكلمني بالعقل يا جماعه ويقول لي يعني مش مشكله، نتكلم بالمنطق بالظبط، نتكلم بالمنطق على فكره. معلش يا كابتن، وللمره ال 50 ده مش معنى ان مفيش اخطاء، لا في اخطاء وفي حساب، طالما خسرت يبقى في حساب، ولكن متى يكون الحساب؟ بس هو ده الكلام، هو متى يكون الحساب بقى، ده التوقيت اللي لازم. الفكره اللي انا ما اعرفوش واللي حضرتك ما تعرفوش طبعا، الاستاذ حكيم ما يعرفوش، بس من خلال اللي احنا شفناه في النادي الاهلي بس انا راجل بتابع النادي، انا ما عنديش معلومه على فكره عشان بس ما حدش، وعشان برضه ناكد على حاجه، حد سمع كلمه واحده من الاداره بتقول هتعمل خالص ايه؟ هو ده خالص الطبيعي يعني في النادي الاهلي. فهل ده معناه ان هم مش بيفكروا في تعديلات وتغييرات و شغل كبير يعني؟ مليون في المية بيحصل، مليون لكن في المية. اي حد بقى زي ما قال كده حكيم، لا بس ده بيحصل على بيزيط في الهيصه يعني، صح ده على اساس ايه برضو يا استاذ جمال اللي حضرتك بتقوله ده؟ انت قلت كده ليه؟ لانه حصل قبل كده، عارف لا عارف. لانه حصل قبل كده كمان، ايوه وده امر على فكره طبيعي، يعني ده امر طبيعي لازم يحصل، والنادي الاهلي ما طول عمره بيحصل
كبوه وبعدين يرجع تاني. برضو ده مش معناه ان احنا بنقول ان الامور سليمه. بص خلينا لازم ناكدها الموضوع. بص احنا وصلنا لدرجه ايه؟ ما احنا في حاجه احنا قاعدين لازم نقولها تاني. احنا قاعدين بنتكلم كل ما بين كل كلمه وكلمه لازم عشان نقول الناس يوصل لها نقطه. الناس اللي بتتابع يوصل لها ان احنا مدركين جدا لاهميه التدخل واهميه اصلاح الامر، وان في خطا، في اخطاء. هذه الاخطاء بدات بقى علاجها من مين؟ من المدير الفني نفسه لما قعد مع اللعيبه واتكلم معاهم بعد الماتش على كل العيوب اللي حصلت في ادائهم. ما هو دي طبعا هو مش هيطلع يقول كده على الملأ، لكن 100% في حوارات بتتم الناس مش عارفاها، لكن حسب معلوماتي انه هي موجوده. في حوارات وفي حاجات بتتم وفي اجراءات ستتخذ، لكن احنا مش عاوزين برضو نسبق الاحداث ولا نحجر على تفكير الاداره في ان هي تاخد القرارات المناسبه. وبعايزك يا استاذ جمال، بعايزك كابتن اسلام، برضو جه اليوم دلوقتي ان احنا نتكلم في حاجه مهمه جدا. فضل. لما بنقول 11 مباراه في 37 يوم انت بتعاقب النادي الاهلي، بس انت نفسك مزنوق. انا متفق معاك جدا على فكره قرارات الانديه ان انت مزنوق، انا مش مختلف معاك. بس طب مش جه اليوم ان احنا نفكر دلوقتي ان احنا الدوري يبقى 14 او 16 فريق؟ اظن جه اليوم دلوقتي. جه اليوم ان انا كنادي اهلي مثلا بروح قدري قدر ان انا راجل بلعب نهائي دوري ابطال اخر اربع اخر في اخر خمس سنين اربع نسخ، واروح كاس العالم للانديه ثلاث مرات قدري، فانت ما تضغطنيش. فجه الفتره دلوقتي حضرتك لمصلحه الانديه، لعيبه الاهلي دي اللي هتيجي هتروح منتخب، تفتكر حضرتك المنظر هيبقى ازاي؟ يعني صعب انا صعب جدا، منظر صعب جدا، صعب جدا. وبعد كده في عتاب، عتاب لبعض الناس اللي مش هذكر اسمائهم. ما ينفعش ان حضرتك طمعان في كرسي او في منصب في النادي الاهلي. لا معروفين، لا انا هقول لا معروفين، لا 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 انا هقول شخصين ومش هقول اسمائهم. لا مش عايزين نقول اسماء، لا مش هقول اسمائهم، مش هقول اسمائهم، مش هقول اسمائهم خالص. ما ينفعش حضرتك تبقى طمعان في منصب مدير الكوره وتطلع، امال فين حضرتك في الشده؟ انا ظهره وجمهوره ده حماه. حضرتك هي الازمه هي وقتها دلوقتي. واحد تاني في روم معين طالع يقول لك عايز منصب مدير التعاقدات وبتاع، يا جماعه مش وقته ده، مش التوقيت اللي حضرتك تبرز فيه نفسك، مش التوقيت اللي انت تقدر تستغل فتره معينه تقول ان اللعيبه كذا فكابتن سيد كذا، ان اصل امير توفيق ما عرفش يجيب كذا. طب ما حضرتك قبل ما تتكلم مين اللي علق سقف طموحات الجماهير في لعيبه معينه؟ هي مش هتيجي الدوري المصري اصلا، مش هتيجي افريقيا اصلا، مش موافقه انها تخش لسه كنت هقول مش هتيجي افريقيا اصلا، لان حضرتك الراتب بتاع، لما واحد تيجي تقول الراتب بتاع 4 مليون دولار وانت عشان النادي يسيبه 7 مليون دولار، يعني ادي 11 مليون دولار في سنه. لا دي سنه يعني هو 3 سنين عقده ب 12 مليون دولار غير الحوافز غير اقامه وغير 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 100 حاجه. 12 و7 19 مليون جنيه، 19 مليون دولار في كام؟ اضرب بالارقام غير انت هتدفع يعني له كام؟ 30 يعني قول 600 مليون جنيه. مين اللي على سقف الطموح؟ واحد مش صحفي ولا اعلامي تاني، ومعنى كلام احنا مش بنبرر. فحضرتك ما تجيش تقول قبل ما تتكلم وتقدم نفسك ان انت بديل لامير توفيق مع حفظ اللقب، واحنا هنا مش بنقيم لا امير توفيق ولا كابتن سيد، وكل الناس محل تقييم من اداره النادي طبعًا. من اداره النادي وكابتن محمود الخطيب بصفته المفوض بالاشاره في مجلس الاداره. بس احنا بنقول لما تيجي تقدم نفسك بديل لامير توفيق، ده التوقيت المناسب؟ هل انت عشت ظروف امير توفيق؟ هل انت عشت ظروف السيد عبد الحفيظ؟ لا طبعا مش منطقي، ومش مش مقبول ان حضرتك تيجي تقول لي دلوقتي في التوقيت الفرقه محتاجه فيه دعم. وفي تاني اهو وانا بكرر كلمه الكابتن اسلام، كل كلامنا ده مش معناه ان مفيش اخطاء، مش معناه ان اللعيبه يوم الجمعه اللي جايه ما تحاولش تصلح. صعدنا ما صعدناش ده موضوع، وانك تظهر بشخصيه وهويه النادي الاهلي ده موضوع تاني خالص. برافو عليك، هو ده. تكسب تكسب الماتشين، تكسب القط في جروه ايا كانت الظروف. وعلى فكره بالمناسبه صح، في 8 اصابات قبل الناس ما بتتكلم برضو وتتقيم. انت عندك الباك اليمين لو في حد موجود، طبعا كابتن محمد هاني بيلعب ماتشات كويس جدا، بس هو مرهق جدا مش في حالته. بس الثلاثه اللي معاه، كريم فؤاد واكرم توفيق صليبي، هل دي قدر النادي الاهلي مثلا مجلس اداره النادي الاهلي واداره النادي الاهلي قال لهم اتصاب، قال لهم اتصابوا صليبي؟ خالد عبد الفتاح، انتوا من تاني يوم خالد عبد الفتاح لعب ماتش الزمالك، الجماهير اللي طالعه بتاعت السوشيال ميديا دلوقتي الجماعه اللي عاملين لك فيها كذا، فعل بند الشراء. طب ما خالد عبد الفتاح اتصاب، ادي ثلاثه مصابين في مركز واحد. عندك عمرو السوليه كان مصاب رجع قبل الماتش بيوم او باثنين، كل ده من اجهاد. عندك خالد عبد الفتاح، عندك حسين الشحات، عندك احمد عبد الهادي، طاهر محمد طاهر رجع من اصابه. طيب كنت بتقول لك ارضيه الملعب، طب ارضيه الملعب اتعملت وبرقم كبير جدا، الاصابه بتيجي منين؟ الاهم ان احنا نشيل ناس معينه. ده كله ده مش معناه ان احنا بندافع عن اداره
ولا بندافع عن لعيبه ولا بندافع عن حد، احنا بنقول كلمه حق. ومش معنى ان في قناه النادي الاهلي، اقسم بالله انا قلت الكلام ده امبارح والنهارده بعيدا عن النادي الاهلي خالص. ولازم برضو معلش يا حكيم لازم ناكد على حاجه. اتفضل. مساله ان انا استغل او البعض يستغل هزيمه بهذا الشكل ويبتدي يحمل المسؤوليه من اول الاداره وكابتن محمود الخطيب لغايه معلش بقى، ما انت بتشوف الاداره اشتغلت ازاي، الاداره بتعمل ايه، الاداره دورها ايه، بتختار. طب كولر اللي الناس بتقول عليه النهارده هو ده مسؤوليه الاداره مش ده اختيار الاداره؟ كولر الناس قالت عليه ايه طوال الفتره اللي فاتت؟ مدرب في المشاهد. مش كده؟ طب اللعيبه اللي تم التعاقد معاهم احسن مدربين، احسن لعيبه، احسن لعيبه سوري. يعني عايز اقول انه انا ما اجيش كده اضرب كرسي في الكلوب وعايز اضلم الليله كلها. احنا برضو هنرجع نعيد، احنا الظاهر الحلقه دي هنقضيها كده. ما هو لازم نعترف كده، لانه عارف يا استاذ جمال هيعمل ايه، لازم نعترف. الكلمتين اللي حضرتك ولا كده بصوا بيطبلوا هم قاعدين بيعملوا، لا عشان كده احنا بنقول واحد طالع. انا ما عنديش مشكله، لا انا قلت في بدايه كابتن كلامي احنا بنقولها، ما عنديش مشكله ان حد يطلع يشتم او يطبل او يقول لك الاسلام بيطبل. انا بطبل للنادي اخ، انا بحب النادي الاهلي وعايز وشايف ان ده الاصلاح اللي بيحصل. بين كل جمله وجمله احنا بنقول نعترف ان هناك شيء غير طبيعي حصل في هذه المباراه، هذه النتيجة لا تناسب النادي الأهلي من الآخر. صح. النادي الأهلي كان يستطيع على مدار 90 دقيقة لعيبة النادي الأهلي لو في حالتهم الطبيعية النتيجة دي تتحسن وتتعدل أكتر من مرة. لا أنت، أنا خدت بقى من الناحية الإيجابية عارف في إيه؟ إن أنت في ظل سوء الأداء اللي أنت فيه ده، سوء اداء واضح، جبت جونين وضيعت جونين في اخر خمس دقايق، اللي هي الكوره بتاعت بالظبط تاو بتاع الكهرباء. يعني كان ممكن تبقى جايب اربع تجوان. ايوه، ما هي في ظل سوء الاداء اللي انت فيه ده. يعني من الناحيه الثانيه انت من الناحيه لو حد عايز ينظر لناحيه ايجابيه هيبص يقول لك طب ما والله معنى كده ان احنا لو واقفين على رجلنا صح والدنيا تمام والامور كويسه واللعيبه بتلعب بروحنا وبروح الفن الحمراء وبروح جمهورها، كنا ممكن نعمل نتيجه كويسه جدا. على فكره هي دي برضه ده الطبيعي. هو ده الطبيعي، وده اللي الاهلي بيعمله في الظروف العاديه. ايوه، انما لما تكون في احيانا مباراه خارج السياق خالص، واخد بالك، ما اجيش اقول بقى الدنيا نهد الدنيا ونلعب باي حد. يعني ما انت عندك برضو قوام للفريق طبعًا. مش هتقدر تقول اقعد الناس دي كلها والعب بفريق تاني، يعني مش منطق ولا عقل. يعني انت بتحاول تبني وتصلح الخطا، وهو وارد انه هيتصلح باذن الله، وما زلت انت في اعمل اللي عليك في الماتشين القادمين المباراتين. اعمل اللي عليك بغض النظر عن التاهل، بغض النظر عن التاهل. اعمل اللي عليك واعمل حسابك برضو في الماتشات القادمه في البطولات التانية، الدوري والكاس عندك بطولاتك لسه موجوده طبعا تقدر تعمل فيها. بعد كده يا كابتن اسلام اخر حاجه، انا عارف ان انا طولت عليك في الحته دي. لا طول، قول اللي انت عايزه. الشخص اللي بيقدم نفسه بديل لامير توفيق او بديل لاداره النادي الاهلي في ملف التعاقدات، تمام، قول لي الاجانب حضرتك اللي بتتكلم عليهم. بيرسي ساو كان افضل لاعب، كان من افضل اللاعبين امبارح، جاب جون وشفنا انطلاقاته، صنع الجون الاول. احمد القندوسي كل الناس بدون استثناء اشادت بالصفقه دي. علي معلول، حد يقدر يتكلم على المستوى اللي بيقدمه النادي حتى لو كان غير موفق في مباراه، انا مش بتكلم كذا. اليو ديانج، الناس كلها بتقول لك دي صفقه عالميه. برونو سافيو، راجل مصاب، قادر خمس لاعبين عند الاهلي. طب حضرتك ما تتكلمش ليه لما انت بتقدم نفسك بديل، وزي ما حضرتك طالع عامل نفسك موضوعي وسط الاداره وسط مش عارف مين وسط التعاقدات؟ طيب ما في لعيبه بالاربع وبالخمس لاعبين في انديه ما عملتش حاجه وجت قعدت شهر ومشيت، وملايين ملايين عقوبات، ما بتتكلموش ليه؟ ومش معنى كده برضو ان انا بقول لك ان ما فيش، لا في يا سيدي، همشي معاك لاخر اهو، في غلط. جمله لازم نقولها الاسبوع ده كله، هنفضل نطلع نقول نفس الكلمه. لا انا عن نفسي ما عنديش مشكله، عايز يطلع يشتمني خالص والله، لان انا بص انا بقول كلمه لوجه الله، اللي على سقف طموحات الناس هو اللي يتحمل الكلام ده، اداره النادي مالهاش دعوه بالحته دي. صح. انت اللي دخلت الملف ده للاسف. انت عارف يا استاذ عبد الحكيم، انا اسف. اتفضل. في الوقت اللي كان فيه ناس كتيره حوالينا في كل القنوات في كل يعلن عن انفرادات وان هيجيبوا عبد الحكيم ابو علم وهيجيبوا النادي الاهلي، يعني هيجيب عبد الحكيم ابو علم في كمهاجم وجمال الزهيري كمدافع واسلام كمش عارف خط وسط، مش كان ده اللي بيتم الاعلان عنه؟ ويقول لك ايه؟ يعني انتوا مش عارفين؟ لا احنا عارفين كل حاجه في قناه الاهلي، احنا بنبقى عارفين كل حاجه، ولكن الكلمه اللي بتطلع مننا هي الكلمه بتكون بحسابها. طبعا. ليه؟
لانه في لعيبه كان هيجي زي يعقوبه بتاع البرتغال هو كان هيجي وحصل حاجه. لو احنا كنا قلنا بقى وقلنا وتعاقدوا وعملوا لا ما ينفعش غير لما تتم الصفقه عشان دي مهم جدا الكلام اللي لا وفي نقطه هوريك بس اكبر دليل حاجه تاريخيه من امبارح بالليل لحد النهارده الاهلي يضم او يحصل على توقيع داني الانبيا المدافع النيجيري اللي كان بيلعب في كاس الامم الافريقيه للشباب حلو اهو وكل الناس تناقض الموضوع شغل سمسار واضح لا هقول لك كل الناس تناقض تاخد مفاجاه عشان اوريك بس ان احنا وصلنا لمرحله ان واحد اتكلم كلمتين مصر كلها مشيت وراه بدون ما حد يفكر لا ده شغل ده معروف بقى شغل ايه ده شغل يعني سمسار شاطر خد المفاجاه يا ريت سمسار ده لو سمسار يبقى حمار انا اسف في اللفظ عارف ليه الفيفا يمنع التعاقد مع لاعب تحت 18 سنه اللاعب ده مواليد 2006 يعني اللي بيطلع كلام مش عارف هو بيقول ايه الاهلي ما يقدرش يضم اللاعب ركز كده في ريال مدريد اللاعب اللي جابه بتاع اللي هو فينيسيوس جونيور هو سابه ليه في البرازيل بعد ما حصل على توقيعه لحد ما تم 18 سنه موضوع قعد سنتين في النادي البرازيلي لحد ما تم 18 سنه بس احنا عندنا المشكله وصلنا لفين وصلنا ان واحد يكتب كلمتين على الفيسبوك تمام خلاص بقى هم دول منهج جريو صحيح مفيش حد دلوقتي احنا اتعلمنا من اجيال كابتن اسلام كانت بتدور المعلومه صح وتمشي وتسال مصدر واثنين وثلاثه طبعا على رسوم الاستاذ جمال لكن دلوقتي مفيش حد بيدور ده لدرجه ان حتى خطا ان انت تدور على معلومه دلوقتي تقول اصل ولازق يعني تقول ما هو كابتن اسلام تقول ان انك تدور انك تقول اللاعب ده ما ينفعش انك تتعاقد معاه عشان ايه بقى امبارح اصل كان المدافعين بقى اصل كان في اخطاء دفاعيه فاحنا لازم نطلع نقول ايه بقى اصل هنجيب اللاعب ده طب يا عم اللاعب ده ما ينفعش تتعاقد معاه هبص في حاجات بتحصل يا كابتن اسلام والله بتبقى مقصوده ان انت تحرج الاداره عشان تيجي اخر السنه ما جبتوش اصل ما جابوش طب يا عم ما ينفعش والله ما ينفع والله دور وهترتاحوا والله وبرضه اللعيبه اللي بتلاقي مثلا وكيل راح رامي اسم لاعب اللاعب ده ثمنه 6 7 8 9 مليون دولار ومش هيجي مصر ولا هيجي الشرق الاوسط اصلا خدنا عندك ده كتير عليت سقف طموحات الجماهير لما تنفعش تجيب اللعيبه دي الجماهير يقول لك الاصل اللي انتم مقصرين انت لا كلمه بقى اللي امبارح البخيل يا جماعه بخيل بس ما تشوف انا جايب 5 صفقات في الصيف مش انا كاداره نادي الاهلي جايب 5 صفقات في الصيف في بقى الانديه ما جايبهاش ومش معنى كده ان مفيش دعم في دعم كل فتره انتقالات ومش معنى كده احنا بنقول مثلا انا راجل بتكلم كصحفي لما اجي اقيم الوضع بالمنظور الصح هل الاهلي ما جابش صفقات تسد احتياجاته جاب فيما عدا مركز وباعتراف الناس ان احنا عندنا مشكله في مش والمشكله مش في مصر بس مش في النادي الاهلي بس هات في الدوري المصري كله مين المهاجم المنتخب نفسه بيعتمد على مصطفى محمد اللي هو محترف بره في مهاجم تاني موجود في الدوري المصري محمد شريف على فكره مش مركزه عشان بس الناس تبقى واضحه صريحه محمد شريف مركزه الاساسي جناح انت وظفت مهاجم عشان في ندره في المركز ده مش موجوده فعندك مشكله في المركز ده فانت بتدور تجيب مهاجم من بره بما يناسب ان اللاعب عايز يجي يلعب في الدوري المصري انا كل ده بقول لك ليه ان انت عشان ما حدش يعلي سقف طموحات الجماهير فالناس اللاعب ما يجيش لان مش هو مش عايز يجي افريقيا فتقول لك بص اصل كذا بص النوعيه دي مش هتبطل خلي بالك اللي هم ايه بيشتغلوا من خلال هو مش مسؤول عن حاجه ولا يحاسب يا كابتن اسلام على اي جمله يقولها هو كل شغلته ان هو يعلي زي ما انت بتقول سقف الطموحات ويعمل بلبله وخلاص ويا ريتهم زملاء صحفيين واعلاميين يا استاذ جمال كنت تعرف تكلمهم او تحاسبهم ده واحد لا يعرف باب النادي ولا تواصل مع حد ولا يعرف اي مسؤول في النادي ولا يعرف سور نادي الاهلي فين والله في ناس بقى انا ببص كده احيانا على صفحات يا كابتن وتلاقي عليها 2 مليون 3 مليون ببص طب اسال مين ده مثلا يقول لك ده واحد قاعد مثلا في المنيا مثلا في كده. طب يعرف باب النادي ما يعرفش ما يعرف مسؤول ولا يعرف اي حد طب يقول لك انفراد حسام غالي يتولى ملف التعاقدات كابتن حسام غالي طب ازاي يعني مش هو في دلوقتي هو في فتره انتقالات اصلا احنا على فكره في شهر مارس يا جماعه مفيش انتقالات في مصر هتقول لك تاخد وقعد مع مستر مارسيل كولر وحدد الطلبات انت قاعد معاه الراجل لسه ما جاش هو الراجل لسه ما جاش لا ده لا والنهارده خلينا ساكتين خلينا والله العظيم يا كابتن الواحد وصل لمرحله ان الدنيا بقت كل الحاجات دي مش هتخلص بس المهم ان احنا بالظبط كل الحاجات دي مش انت هتخلص انت بتتكلم في تتكلم بمنطقيه والمنطق لا والواقع ما دي جزء كابتن اسلام دي جزء بتمثل الضغوط على اللعيبه اللي انا هنا ما بعرفهمش من مساله الخساره برضو بس دي ضغوط جامده جدا على اللعيبه ضغوط اللعيبه دلوقتي برضو ما هو مضطر هتقول لي ما لا ما غصب عنه هيعمل ايه طب هل منطقي ان انت يا كابتن اسلام عندك اب وام واولاد واخوات وبنات واسره والكلام ده كله لما تشتم بابك وبوالدك ووالدتك وبتاع هل ده منطقي هل انا كلاعب كوره حتى لو انا بقول لك اهو
اللعيبه غير معفاه من المسؤوليه في اللي حصل امبارح، يمكن دي على جنب. لا ولا لا انا وجهه نظري كمان لا التحمل اكبر. ما انا بقول لك غير معفاه من اللي انا بقوله طبعًا. بس اركن دي على جنب، اهو في تقصير بس مش منطقي ان انت تشتمهم، مش منطقي ان انت تتجاوز حقهم. لا مش الشتم والسب ده انتقد زي ما انت عارف. طبعا جمهور النادي الاهلي هو الوحيد الذي لا يستفيد من منظومه من حقك تنتقد، بس امتى؟ انا عندي ماتش مع القطن بعد 3 ايام، عندي ماتش القطن في 14 يوم انتقد زي ما انت عايز. وعلى فكره من حقك تماما بعد الخساره بتاعت امبارح، ومحدش يقدر يلومك. ومن حق جمهور النادي الاهلي الحقيقه ينتقد كيفما اراد وكيفما شاء. استاذ جمال اخيرا يعني لو حابب تقول كلمه للاعبين وللجهاز الفني. عايز اقول لهم ان هذا الجيل من اللاعبين حقق حاجات كويسه جدا للنادي الاهلي، ويستحق الاحترام وكل شيء، وكل واحد يدور على خطأه. يعني المسألة كابتن إسلام لا تنحصر في مدرب صح، ولا تنحصر في جهاز فني. كل لاعب من هؤلاء عنده خبرات تكفيه جدا ان هو يقدر يراجع أدائه ويراجع موقفه، ويعلم تماما ان هو بيلبس تيشيرت نادي القرن في أفريقيا. فبنتمنى ان شاء الله انه يعني ليهم سرعة العودة مرة أخرى إلى الطريق المظبوط، ويحققوا اللي الجمهور عايزه منهم. يعني أستاذ عبد الحكيم، أنا أتمنى من مستر كولر، وهو مدرب على فكرة، أنا وجهة نظري الشخصية البحتة بعيدة عن تماما عن قناة الأهلي، واحد من أفضل 7 أو 8 مدربين جم مصر في آخر 10 سنين، مدرب كويس جدا. أنا أتمنى منه، مش عيب يعني. بص إحنا ممكن نتقبل رغم الخسارة القاسية، انت ما كنتش موفق في اداره مباراه طبعًا. وده لا خلاف عليه طبعا، هو لفظ محترم جدا غير موفق في اداره مباراه. ارجو ان تراجع حساباتك في بعض اللاعبين، ده مش عيب خالص على فكره، ولا يقلل من اي لاعب. بص يعني مش عايز اقول اسماء، في عز مجدها تركت وقعت على الخط، مش ازمه خالص على فكره، وتدي فرصه لغيره وغيره. ده ومش مشكله انك تلعب يعني، ده انت لو جبت حمدي فتحي لعبته مثلا، انا بدي مثال، باك يمين هيلعب على فكره، هيلعب بمستوى افضل من اللي هو محل انتقاد دلوقتي. القصه مش زعل الجماهير يا كابتن، وانت حضرتك قلت ده في الانترو، مش جزئيه ان انت خسرت، الروح. في ناس كانت بتتمشى، انت خسران كان نتيجه 3 أو 4 وناس بتتمشى في الملعب، ده مش مقبول، متقبلين الهزيمه مش يعني. مقبول اصلا انك تعمل كده. اخسر بس خلي عندك، انا هقول اللفظ يعني، حميه اداء روح. وروح مفيش مشكله فيها، بقولها للمره الثانيه، العب ماتش المقاولين والهلال اكسب، وقدم نفسك بصوره كويسه، تصعد ما تصعدش ده كيس تاني خالص، موضوع تاني خالص، موضوع تاني خالص. طبعا كل حاجه. وبعد كده يعني انا ممكن الكلام ده اتحاسب عليه، بس انا بقوله على مسؤوليتي الشخصيه. الاهلي وصل 4 فاينل اخر 5 سنين، مش ازمه خالص ان نطلع من دور المجموعات السنه دي وتريح، بس الازمه انك تطلع بالصوره اللي انت كنت بيها امبارح. اطلع العب كويس جدا وتخرج، دي نتيجه بتاعت ربنا، التوفيق وارد على فكره، وارد. انتوا كنتوا في 2007 على ما اتذكر عملتوا ماتش عالمي وخسرتوا الفاينل، سنة ثلاثة الناس طلعت كان بتسقف لكم، وخدنا اللي بعده، وخدتوا اللي بعده، خدنا اللي بعده على طول. مش عيب على فكره ان انت تخسر، بس المهم الناس تطلع تقول لك متشكر جدا ليكم، انتوا لعبتوا مستوى كويس جدا. انا بشكركم جدا على وجودكم معانا وعلى هذا الكلام المحترم. شكرا جزيلا يا استاذ جمال، شكرا جزيلا يا استاذ عبد الحكيم على وجودكم معانا. زي ما قلت لحضراتكم، دائما يظل النادي الاهلي فوقنا جميعا، النادي الاهلي يظل في قلوبنا، وسنظل دائما مساندين ومدافعين عن النادي الاهلي في كل شيء، مهما كانت الامور ومهما كانت الظروف. وننتقد ايضا ونقول مين الغلطان، وبنقول كل الكلام ده من خلال قناتكم، قناه النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من